بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بيكم. بإذن الله الحلقة دي من الحلقات الهامة جدا المهمة جدا بالنسبة للمنهج بتاعنا في الداينامكس. احنا ابتديناها الحلقة اللي فاتت، في نهاية الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على نيوتن سكند لو. الحلقة دي بإذن الله هنبتدي نيوتن سكند لو مرة تانية. أفكرك باللي احنا قلناه، ودي من الحاجات اللي هي اساس الداينامكس. هنتكلم نيوتن سكند لو. الكلام اللي قلناه الحلقه اللي فاتت، قلنا لو في مومنتم، قلنا مومنتم يعني ايه يا اولاد؟ يعني بادي بيتحرك. لو في بادي بيتحرك واثرنا عليه بفورس، هيحصل تشينج في المومنتم. لو الفورس زادت التشينج يزيد. اذا اقدر اقول ان التشينج ان مومنتم بروبورشنال مع الاكتد فورس، يعني لما الفورس تزيد اللي تشنج في المومنتم يزيد. يبقى نيوتن سكند لو لما اجي اقول لك قول بيتكلم عن ايه، يبقى انت هتقول بقى الكلام اللي احنا قلناه. تعالوا كده نقوله كده بسرعه، ان اول ما بتكلم على نيوتن سكند لو ده الاساس اللي هنتكلم عنه النهارده. بيقول بقى ان ريت اوف تشنج اوف ذا مومنتم وذ ريسبكت تو تايم بروبورشنال تو ذا اكتد فورس. تعالوا نترجم الكلام ده للرياضه بقى. لما اقول ريت اوف تشينج يعني ديريفاتيف دي باي دي تي، المومنتم ماس تايم فيلوسيتي بروبورشنال مع الفورس. قلنا بنشيل علامه البروبورشنال ده وبنكتب ايكوال كونستانت. جميل. الكي ده رقم، ممكن يبقى 2 ممكن يبقى 3 ممكن يبقى 5. طب احنا خدنا الكي ب 1 بشرط ان هيكون الماس بالكيلوجرام والفيلوسيتي مترز بير سكند، او الماس بالجرام والفيلوسيتي سنتيمترز بير سكند. ابتداء من هذه اللحظه ان الكيلوجرام لازم يكون معاها مترز، الجرام معاها سنتيمترز. ثبت المعلومه دي في دماغك. يبقى هنقول اف ايكوال، شيل الكي بقى ونقول دي باي دي تي ام في. هو ده الكلام، ترجمه الكلام بتاع نيوتن سكند لو. طب لو كانت الماس دي كونستانت تطلع بره علامه الديريفاتيف، يبقى دي في باي دي تي، دي في باي دي تي اللي هي ام اي. يبقى الفورس ايكوال ام اي، ده في حاله ما يكون الماس كونستانت. لو الماس فاريبل دي باي دي تي ام في. يبقى ده نيوتن سكند لو. قلنا اف ايكوال ام اي ده لو الماس كونستانت، ودي 90% من الاسئله. 10% من الاسئله يجي لك الماس فاريبل. هتقول لي يعني ايه الماس فاريبل؟ يعني اقول لك الماس ايكوال 2 تي بلس 1، طالما ان تيرمز اوف تي يبقى الماس بيتغير بتغير التايم. يبقى نقول على ده الماس فاريبل. جميل. طيب قلنا اف ايكوال ام اي يا اولاد، الماس قلنا بالكيلوجرام، الاي مترز بير سكند. كيلوجرام مترز بير سكند دي على بعضها بنسميها نيوتن. جميل. طب لو خدناها جرام سنتيمترز بير سكند، دي على بعضها نسميها داين. لو قلت لاي شخص فيكم تحول لي يا جميل من نيوتن لداين، يقول لي يبقى انا هحول من كيلوجرام لجرام، يبقى اعمل 10 باور 3. من مترز لسنتيمترز 10 باور 2، يبقى على بعضها 10 باور 5. يبقى النيوتن ايكوال 10 باور 5 داين. كيلوجرام ويت قلنا 9.8 نيوتن، جرامز ويت 980 نيوتن. واتفقنا الحلقه اللي فاتت يا حبايبي ان لو في فورس 10 وفورس 8، وقلت لك يلا نقول اف ايكوال ام اي، اف دي نكتب مكانها 10 ولا 8؟ تقول لي ولا ده ولا ده، نعمل 10 ماينس 8. يعني دي الاف دي بترمز للنت فورس. قلنا في عندي ثلاث حالات. بصوا لي بقى هنا. اولا لما بتكلم على نيوتن سكند لو، عشان هنبتدي الداينامكس كلها، كل المسائل بتاعتنا احنا عندنا ستريت موشن، لان في سيركيولر موشن مش تبعنا، عندنا في حاجة تانية هارمونيك موشن زي السيمبل بندلن كده، ده مش علينا، احنا اللي علينا ستريت موشن. طب كويس، في حالة الستريت موشن يا حبايبي في عندي ثلاث انواع، يا اما هوريزونتال، يا اما طالع نازل فيرتيكال، يا اما انكلايند. ده انواع الموشنز الثلاثة اللي هنتعامل معاهم في منهج الداينامكس بتاعنا. ان طيب لو كان هوريزونتال بيبقى في فورس وفي ريزيستنس، لو كان فيرتيكال في فورس في ريزيستنس وفي ويت. ما هو لو فيرتيكال يبقى في ويت. طيب سؤال صغير،
جميع الشعار، حط شعار كده للداينامكس يا ابني، تقول له موشن ماينس انتي موشن ايكوال ام ايه، يعني الفورسز اللي في اتجاه الموشن ماينس الفورسز اللي عكس الموشن ايكوال ماس في اكسلريشن، لان نيوتن سكند لو قال كده، قال لك ان اف ايكوال ام ايه. طب جميل، طب سؤال يا اولاد، لو بادي ده سبته يقع كده وهو نازل، في عندي ايه اللي بيأثر عليه؟ الويت. طيب احنا قلنا اف ايكوال ام ايه، طيب تعالى نكتب الكلام ده، ادي البادي اهو، البادي ده بيتحرك نازل لتحت، يبقى احنا لما نيجي نطبق نيوتن سكند لو بيقول اف ايكوال ام ايه، يلا مين الفورس اللي بتأثر؟ الويت، ام هكتبها ام، مين الاكسلريشن ديو تو جرافيتي؟ اسمها جي. يبقى من هذه اللحظه اول ما اقول لك الويت تقول لي ام جي، يبقى لما بتكلم على الويت اقول له ايكوال ام جي، جت منين؟ من اف ايكوال ام اي. جميل، يبقى احنا قلنا في موضوعنا النهارده عشان هوري لك بقى مره هوريزونتال موشن مره فيرتيكال مره انكلايند، خد الشعار حط الشعار قدامك كده، موشن ماينس انتي موشن ايكوال ام اي. يلا يا جميل، يلا يا باشا اهو، بص كده انا هتكلم على الهوريزونتال مره، على الفيرتيكال مره، على الانكلايند مره، هذا التيبل هو ده الداينامكس نفسه اللي علينا اهو. بص اتفرج، عربيه ماشيه في فورس في ريزيستنس، على طول يظهر نيوتن، على طول نيوتن يقول لك ايه؟ موشن ماينس انتي موشن ايكوال ام ايه، يبقى اف ماينس ار ايكوال ام ايه. طب لو العربيه ماشيه يا جميل والموتور بطل، اول الموتور ما يبطل هتفضل ماشيه 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 بتبطأ لغايه ما تقف، يبقى فيه ريزيستنس فقط، لما نيجي نقول نيوتن سكند رول لك موشن ماينس انتي موشن، مفيش حاجه مفيش فورس في اتجاه الموشن، يبقى اقول له نيجاتيف ار ايكوال ام اي. طيب بادي نازل وهو نازل فيه ويت اسمها ام جي، اتفقنا، وفي ريزيستنس، يبقى هقول له ام جي ماينس ار ايكوال ام اي، اهو موشن ماينس انتي موشن. طب لو هو نازل وفيه فورس زي طياره بنازله، والطياره وهي نازله في فورس الموتور بيأثر عليها، يبقى نقول له اف وهي نازله اف بلس ام جي ماينس ار ايكوال ام اي. طيب سيادتك بص على البالون ده وهو طالع، يبقى برضو هتقول لي اف موشن ماينس انتي موشن، يبقى اف ماينس ام جي ماينس ار ايكوال ام اي، لو ما فيش ريزيستنس يبقى هقول له اف ماينس ام جي ايكوال ام اي. طيب عربيه اهي طالعه انكلايند بلين، اول ما تلاقي عربيه على انكلايند بلين لو سمحت فورا اشطب على الام جي واكتب ام جي كوزاين ام جي ساين، اعمل لها ريزوليوشن، وهي طالعه يا جميل يبقى في فورس لفوق بتشدها وفي ريزيستنس ضدها، يبقى لما اجي اتكلم على نيوتن سكند لو هتقول موشن ماينس انتي موشن، يلا قول معايا كده اف ماينس ار ماينس ام جي ساين سيتا ايكوال ام اي. ممتاز. طب لو عربيه زي دي كده نازله على الانكلايند بلين فورا اكتب ام جي واشطب عليها ام جي كوزاين ام جي ساين، هي نازله يا باشا يبقى في فورس لتحت وفي ريزيستنس عكسها، يبقى لما اجي اقول نيوتن سكند لو هيقول لك موشن من اتجاه الموشن اف بلس ام جي ساين سيتا ماينس ار ايكوال ام اي، هو ده الحدوته بتاعتنا يا اولاد، هو ده الداينامكس نفسه. تعالى بقى نقول احنا عندنا سكند لو اف ايكوال ام اي، عندنا قوانين فيها اكسلريشن ثلاثه اللي هي في وفي سكوير واس، دائما يا ابني يعني نبتدي بهنا نطلع الاي ونروح نعوض هنا نجيب الاس نجيب التي نجيب الفي على حسب ما هو طالب، او العكس يا جميل نبتدي هنا نجيب الاي ونروح هنا نعوض هنا في السكند لو. طبعا هنا ببتدي بالسيركل ده امتى؟ لو عندي ثلاث حاجات، لان اي رول من الثلاثه دول في اربع رموز، لو عندي ثلاثه يبقى على طول استخدم احد الرولز دول اطلع الاكسلريشن. جميل، في عندنا خطر كده، ممنوعات، ايه الممنوعات اللي عندنا يا اولاد؟ اوعى حد يقفشك بتستخدم الممنوعات دي في المسائل، ايه هما الممنوعات؟ ثلاث حاجات، الطن ممنوع، كيلو جرام ويت ممنوع استخدامها، كيلومترز بير اور ممنوع استخدامها. يلا كده يا جميل، اول ما تلاقي طن فورا قبل ما حد ياخد باله تحولها لكيلو جرام، ازاي؟ نعمل تايم 1000، لو عندك كيلو جرام ويت فورا حولها لنيوتن تايم 9.8، لو عندك كيلومترز بير اور قول
جدع، يبقى نعملها تايم 5 على 18 عشان تبقى ميترز بير سكند. دي الممنوعات اللي لازم ناخد بالنا منها كويس. عظيم. ابتداء من هذه اللحظة يلا هنحل أسئلة بأفكار كتيرة. لو سمحت الصفحة بتاعتك اهي، عشان تنظيم الصفحة بنعمل خط صغير نكتب فيه البيانات الجيفن، يبقى بيانات المسألة اللي هو الجيفن تحت بعض كده، خط صغير نكتب فيه المعلومات الرسومات. شوف باقي الصفحة للإجابات. يبقى أنا عندي البيانات في تلت الصفحة أو ربع الصفحة، ربع الصفحة التاني هنا، تلتين الصفحة أو تلات أرباع الصفحة في الجزء ده. ده عود نفسك على هذا التنظيم. يلا يا جميل، أسئلة كتير جدا ونشوف. أنا دايما هتلاقيني كاتب لك السؤال في سلايد لوحده، صفحة لوحدها، وبعدين أقلب الصفحة نبتدي نحل مع بعض. علشان وانت بتحل لوحدك معايا كده على اليوتيوب يا جميل، توقف الصفحة دي وتبتدي تحلها لوحدك وتتأكد من اللي انا بعمله. لقيت نفسك ماشي زيي يبقى انت شاطر، لقيت نفسك مش زيي تعرف غلطتك فين. يلا كده، بيقول عربية الماس بتاعتها 2 تونز، وبعدين started its motion from rest. شوف انا عامل لك الوان اهو عشان اقول لك خد بالك كل دي كلمات لها معنى. الفورس بتاع الموتور 300 كيلو جرام ويت. If the velocity amounted، الفيلوسيتي وصلت 19.6 في 20 seconds. Find the magnitude of the friction force اللي هي الريزيستنس يعني. بعد كده في كوما وجملة جديدة، If the force of the motor stopped at the end of this interval، يعني بعد 20 سكند الفرصة توقفت. المطلوب عايز التايم اللي تاخده العربية لغاية ما stopped completely. يلا كده مع بعض نفس السؤال اهو مرة تانية بس بخط صغير. يلا مع بعض، اول ما اجي اقرا المسألة ماس ب 2 تونز اكتب الام ايكوال 2 تونز، وفورا دي ممنوعات يبقى 2000 كيلو جرام. الجملة اللي بعدها جايب لك started from rest، يبقى له في نوت بزيرو. بعد كده يا جميل الفورس 300 كيلو جرام ويت، يبقى تايم 9.8 بقت نيوتن. بعد كده الفي فاينل بقت 19.6، التايم 20 سكندز. كل دي البيانات اللي قالها. انا لسه قايل لك حالا بص على الجيفن هتلاقي ثلاث حاجات اهو، في نوت في تي، من الثلاثه دول نجيب الاكسلريشن فورا. يبقى هنقول له كده A equal V not T plus half AT square اللي مش باينة هنا، حوله V equal V not plus AT اللي مش باينة دي، تاني V equal V not plus AT، V اللي هي 19.6، V not بزيرو، A time T حسبنا الاكسلريشن. جميل. نيجي بقى هو عايز يجيب الريزيستنس، عربية ماشية يبقى في فورس وفي ريزيستنس، يبقى نيوتن سكند يقول ايه بقى الشعار بتاعنا، موشن ماينس انتي موشن، يبقى اف ماينس ار ايكوال ام اي. الاف عندنا وام عندنا والاي عندنا، كل حاجه موجوده. جبنا الريزيستنس طلعت 980 نيوتن. جميل. نيجي بقى للمرحله الثانيه، قال لك الفورس ستوبد. اول ما يقول لك الفورس ستوبد يبقى العربيه ده هيحصل لها ايه؟ تبطأ 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 لغايه ما تقف. طيب انا داخل مرحله جديده من الذوق، لما ادخل ما ادخلش بايدي فاضيه من الذوق كده، اجي من المرحله الاولى الفي ده اهي تعتبر في نوت للمرحله الثانيه. يبقى اول حاجه اعملها اخد الفي اقدمها. اوعى تدخل بايدك فاضيه عشان تبقى انسان ذوق. يبقى قبل ما تفكر في المساله تقول يلا اقدم اللي في ايدك، تقول له في نوت ب 19.6، الفي فاينل بزيرو، وكمان احنا داخلين بنفس الريزيستنس والماس بتو تونز والريزيستنس نفسها. دي كل المعلومات في المرحلة التانية. طيب انا عندي في نوت وفي فقط، حاجتين ما اقدرش استخدم القوانين بتاعت الاكسلريشن، لكن عندي ار تبع نيوتن سكند لو موشن ماينس انتي موشن، ما فيش حاجة في اتجاه الموشن، يبقى نيجاتيف ار ايكوال ام اي. يبقى هقول له نيجاتيف ار اللي هي ب 980 اللي انت جبتها فوق ايكوال ماس في اكسلريشن. كده يا جميل طبعا الاكسيشن طلعت بالنيجاتيف وده كلام منطقي. بعدها هتقول له في سكوير في نوت سكوير بلس 2 اي اس، عامل سبستيتيوت هنا يا جميل، تطلع الاس ايكوال 392 مترز. ادي الحل بنظام كده، يبقى انت تاخد درجتك كامله ومنظمه ومريحه للنظر. طيب سؤال تاني، body of mass 5 كيلوغرامز، مظبوطه الحمد لله، started its motion from rest. يا سلام لها معنى.
قال لك الاس اهي 245 سنتيمترز، وانت بتقرا يا ابني لازم عينك تبقى مصحصحه، كيلو جرام وسنتيمترز ممنوع يشتغلوا مع بعض، يبقى كيلو جرام يتحول دي لجرام يتحول دي لمترز. وبعدين قال لك التايم ب 10 سكندز والريزيستنس 1 اوفر 10 اوف اتس ويت، فايند اكتد فورس، عايز يجيب الفورس. بعد كده جمله جديده قال لك لو الفورس بقت زيرو في نهايه ال 10 سكندز هتاخد، عايز التايم اللي تاخده لغايه ما تتوقف. يبقى نروح مره تانية بقى يا جميل، نقول البيانات الماس 5 كيلو جرام، ايه تاني؟ الفي نوت بزيرو، الديستانس 245 سنتيمترز يعني 2.45 مترز، التايم ب 10 سكندز، الريزيستنس 1 على 10 اتس ويت يعني 1 اوفر 10 ام جي، ده الريزيستنس. وطبعا طلعت 4.9 لما تعمل ده تايم ده اوفر 10 تطلع 4.9 نيوتن. يلا بقى نقول انا عندي في نوت، عندي اس، عندي تي، طالما عندك الثلاثه دول فورا ابتدي بالسيركل اللي هي بتاعه الاكسلريشن، بتاعه اللي هو الرولز بتاعه الاكسلريشن، اس ايكوال في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير، عوض يا جميل بالارقام اللي عندك هتطلع الاي 0.049 مترز بير سكند سكوير. كده جبنا الاكسلريشن. او بنخش بقى على نيوتن سكند لو، موشن ماينس انتي موشن، يبقى اف ماينس ار ايكوال ام اي، كل البيانات اللي هنا عندي ما عدا الاف، يبقى نودي دي الناحيه الثانيه بالبلس، جبنا الاف طلعت 5.145 نيوتن. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني في المساله قال لك لو الفورس دي ستوبد ايه اللي هيحصل؟ هتقول لي الريزيستنس هتبقى هنا مفيش فورس، يبقى البادي هيبطئ يبطئ 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 لغايه ما تقف. اقول لك استنى، انت داخل على مرحله جديده، اوعى تدخل بايدك فاضيه والا ما تبقى ما عندكش ذوق. يقوم تعمل ايه؟ تقول له نجيب الفي عشان ما تدخلش بايدي فاضيه، يبقى هقول له في ايكوال في نوت بلس اي تي. الفي نوت عندنا والاي جبناها والتايم ب 10 سكندز حسبنا الفي. نروح بقى للمرحله الثانيه، شد خط كده فاصل، ونقول عندي في نوت اللي انت جبتها دي، في فاينل بزيرو، الماس هي نفس الماس، الار هي نفس الار. جميل، دي البيانات بتاعه المرحله الثانيه، ولازم تحط خط فاصل زي ما انا عامل كده يا ابني، دايما افصل جزء عن جزء، يبقى المساله كده ما تخشش في بعضها. هنيجي نقول انت عندك في نوت وعندك في فقط، لا يبقى ما ابتديش بسيركل الاكسلريشن، يبقى هقول له نيجاتيف ار ايكوال ام اي، الار عندنا والماس ب 5، كده هنجيب الاكسلريشن في الحاله الثانيه طلعت بالنيجاتيف، ودي منطقي لانها ديسيلريتد. جبنا الاكسلريشن، هتقول احنا عندنا في نوت وفي واي، اي طفل يعرف يجيب التايم هيقول في ايكوال في نوت بلس اي تي، هنعمل سبستيتيوشن تطلع التايم هاف سكندز. ادي سؤال تاني يا باشا. حاجة تانية اقرا انا كده، كل دي مسألة انا عامل لك عندها 3 ستارز، دي مسألة حلوة. بيقول لك ساند بورد كونتينيوسلي فروم هايت 90 سنتيمترز على سكيل. فهمني يا باشا؟ يعني رمل بنصبه من ارتفاع 90 سنتيمترز على ميزان. طيب بعد كده البلن بيقول كده بينزل ات ريت 9.8 كيلو جرام بير مينيت، فايند ذا ريدنج اوف ذا بالانس افتر 3 سكندز جيفن ذات ذا ساند داز نوت ريباوندد. بص يا باشا، انا دلوقتي لما اقول القلم ده الماس بتاعته 5 جرامز، لو انا عندي ميزان وحطيت القلم كده المؤشر هيتحرك عند 5 جرامز، عند 5 جرام ويت. جميل. طيب لو نفس القلم ده ونفس الميزان ده وسبت القلم يقع وهو لما يخبط هنا، هل المؤشر هيتحرك عند 5 بس؟ بالعقل هتقولي لا، اكيد هيتحرك اكتر من 5 وبعدين يرجع. انا بقول لك في لحظه الخبطه، لحظه الخبطه يبقى المؤشر هيتحرك اكتر من 5. طيب اكتر من 5 ايه اللي ايه اللي اثر على هنا؟ يبقى تقول لي حاجتين، الفورس اللي خبطت بلس ام جي
ما هو المؤشر لما احط ده كده، الويت اللي بيأثر، الويت اسمها ام جي، وكمان الفورس اللي خبطت. يبقى انا عندي حاجتين عشان نجيب الريدنج اللي على السكيل ده، يبقى انا هقول لازم اجيب الفورس واقول له اف بلس ام جي يجيب لي الريدنج بتاع البالانس. جميل. يبقى اذا موضوعنا ايه يا اولاد؟ عايزين نجيب الريدنج. طيب ولازم اجيب الماس. وبعدين طيب انا بقول في رمله، الرمله نازله، الرمله وهي بتنزل بتتراكم بتتراكم، الرمله بتزيد. يبقى هل الماء يبقى بتتراكم اتريت كام؟ قال لك 9.8 كيلو جرام بير مينت. اولا مينت ده من الممنوعات، احنا عندنا اللي بنتعامل معاها في التايم السكند. يبقى انا هبتدي احول المساله بدل ما هي كيلو جرام لجرام. تعالوا كده نمشي مع بعض واحده واحده. يبقى انا هحول المساله بدل من مينت لسكند. طبعا مينت عشان تبقى سكند شيلها ونكتب 60 سكند، بس كلمه بير يعني اوفر، يبقى الرقم اللي مديهولك ده اوفر 60، اتحول لكيلو جرام بير سكند. احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت لو انا عندي الريت وعندي التايم، لما اضرب الريت تايم التايم يجيب لك الماس. اقولها تاني، لو انا جيت قلت لك عربية واقفة في تلج، تلج بيتراكم عليها، انت حطيت حاجة جوه فريزر والتلج بيتراكم عليها، لو قلت لك التلج ده هو بينزل بريت 5 جرام بير اور، لو سبت البادي ده جوه الفريزر ده او جوه المكان اللي فيه اللي هو التلج ده، هيبقى سبته 3 اورز، يبقى كمية التلج قد ايه؟ هتقول لي 5 تايم 3 15 جرامز. طيب يبقى اذا انا بقول لو عندي الريت وعندي التايم، اعمل الريت تايمز التايم يجيب لك الماس. طب ما انا عندي الريت اللي هو 9.8 بير مينت، اللي قلنا 9.8 على 60، اعملها تايم تي يبقى انت تجيب الماس ات اني تايم. كويس. يبقى انا هقول له دلوقتي تعالى بقى نكرر الكلام بقى، نقول بالراحه كده، يلا اتفرج اهو، ادي المساله دي، بص كده الرمله، انا عندي اي في نوت بزيرو، وعندي الهايت 0.9، وعند الجيب 9.8. بص انا كنت بحكي لك بقول لك لو كوره خبطت كده يبقى في اف وفي ام جي، ده على بعضها يديك الويت، يديك اللي هو البريشر. بص كده اتفرج، الرمله نازله اهي، بص الرمله بتنزل 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 بتزيد بتزيد بتزيد، الاكيوميليت اهي، اكيوميليت بالريت كام اللي احنا قلناه اللي هو 9.8 اوفر 60 عشان تبقى كيلو جرام بير سكند. ده الريت. يبقى انا هقول له الريت 9.8 اوفر 60 كيلو جرام بير سكند، يبقى الماس اوف ساند كميه الرمله اللي بتنزل 9 الريت تايم تايم، يبقى 9.8 على 60 تي، ده الماس بتاع الساند. جميل. طيب انا عندي هنا الفي نوت وعندي الاس وعندي الجي، من الثلاثة دول نجيب الفي السرعة اللي هتخبط بيها هنا. في سكوير ايكوال في نوت سكوير بلس 2 جي اس، حسبنا الفي. طبعا الفي لكل المسألة ما تنزل بسرعة أقوى يبقى خبطتها أشد، السرعة، فالسرعة دي بتأثر في الخبطة هنا، تجيب قيمة الفورس، يعني الفورس بتتأثر بالسرعة. فتقول لي إزاي؟ نقول لك مش إحنا قايلين ان نيوتن سكند لو، يا اولاد خليك فاكر سكند لو، انا قلت لك له قانونين مفيش غيرهم، اف ايكوال ام اي او اف ايكوال دي باي دي تي ام في، بستخدم ده اهو لو كانت الماس كونستانت، بستخدم ده لو كانت الماس فاريابل. طب هي الماس بتاعت الساند ده كونستانت ولا فاريابل؟ هتقول لي فاريابل، لان انت هتقول الماس اوف ساند قلنا اف ايكوال دي باي دي تي ام في، لان الماس فاريابل. طيب يبقى انا هقول دلوقتي اف ايكوال دي باي دي تي ام اهي عندنا اللي احنا قلناها دي، وبعدين تايم دي باي دي تي ام في، الفي اللي انت لسه جايبها 4.2، اعمل ديريفاتيف لده. طب ما هو دي هنا تي وهنا تي، يبقى هننزل الباور وننقص وان، يبقى التي راحت، يبقى الاف ده قيمة الفورس اللي بتخبط هنا، قيمتها 9.8 في 4.2 على 60 نيوتن. جميل. انا عايز بقى اجيب البالانس ريدنج اللي هو البريشر، البالانس ريدنج بيتأثر بالويت والفورس، ادي الفورس اهي والويت اللي هو ام جي،
بس انا عايز البالانس ريدنج طبعا الساعة واحدة غير الساعة اتنين غير الساعة تلاتة، لان كل التايم ما بيزيد كل كمية الماس بتاعت السند ده ما بتزيد. يبقى انا عايز البالانس ريدنج امتى؟ قال لك لما التايم تبقى 3 سكندز، يبقى نشيل التي في الماس ده ونحط 3، يبقى انا هكتب الفورس بلس اللي هو الماس اللي هو كان فيها تي، بدل تي كتبت 3 في الجي 9.8. احسب كده جبت البالانس ريدنج ده بالنيوتن. لو عايز تجيبها بالكيلو جرام ويت اعمل ديفايدد 9.8. جبنا المسألة دي، مسألة 3 ستارز حلوة. طيب حاجة كمان يا ولاد، معلومة بقى مهمة، بص كده اتفرج معايا. الفورس فيها تي، الفورس فيها اكس، الفورس فيها في، يعني الفورس فاريبل في الثلاث حالات. طيب احنا عندنا الاف، انا بتكلم الاف نكتب مكانها ام اي على اساس ان الماس كونستانت، فيبقى الاف ايكوال ام اي، ام اي ام اي، ونكتب نفس اللي مكتوب ده اهو، ام اي ايكوال ده. طيب ام ده كونستانت، ايه مكانها؟ هتقول لي دي في باي دي تي، ونكتب الباقي. طب هنا ام كونستانت، ايه مكانها؟ جدع اوعى تقول دي في باي دي تي احسن ازعل. طالما ايه وفي اكس يبقى نشيل الايه ونكتب في دي في باي دي اكس، برافو. هنا دي في باي دي تي عادي، اعمل كروس مالتيبليكيشن واعمل انتجريشن يا جميل. اهو اعمل انتجريشن يمين انتجريشن شمال، كلنا عارفين لما بنعمل انتجريشن بنقول له من في نوت لفي، لما اعمل انتجريشن هنا تبقى من زيرو لتي. جميل، نفس الحكايه اعمل كروس مالتيبليكيشن، هنعمل انتجريشن هنا من في نوت لفي وانتجريشن من زيرو لتي. اعمل كروس مالتيبليكيشن، هنعمل انتجريشن تقول لي ما ينفعش، اشمعنى؟ ما انت هنا ينفع. تقول لي اصل هنا تي وهنا دي تي فدي ماشيه اخر جمال، وهنا في ودي في واكس ودي اكس اخر جمال، لكن لو جيت اعمل انتجريشن هنا هتقول لي هنا في وهنا دي تي ما ينفعش، عامله زي واي ودي اكس وبتعمل انتجريشن ما ينفعش، يبقى لازم تجيب الفي عند الفي هنا. اهو جبت الفي عند مع الفي، ونسيب الدي تي لوحدها ونعمل انتجريشن يمين انتجريشن شمال. يلا دي تبقى ام ونكتب في ونقول له وهنا اعمل انتجريشن، وطبعا هنكتب هنا الباوندرز بتوعك من في نوت لفي وهنا من زيرو لتي. هنا نفس الكلام هنكتب من في نوت لفي وهنا من زيرو لاكس، ونفس هنا بقى لما تعمل انتجريشن لدي هتقول دي فراكشن، لازم اللي فوق يبقى دريفاتيف اللي تحت، هتقول لي ما دريفاتيف اللي تحت 6 يبقى تقوم تعمل تايم 6 وبره 1 اوفر 6 عشان تبقى لين ابسليوت اللي تحت بس، وتعمل انتجريشن عادي. دي افكار يا ولاد لما تبقى الاف فاريبل، لما تبقى الاف فاريبل. اف فاريبل يعني اكيد يا اما الاف فانكشن اوف تايم، يا اما الاف فانكشن اوف اكس، يا اما الاف فانكشن اوف في. اتعود بقى على المنظر ده، ده مهمه لانه دي المسائل بتجيلك احيانا الاف فاريبل. يبقى انا ولا يهمني لو الاف فاريبل خلاص، لو كان فيها تايم هنشيل الاي ونكتب دي في باي دي تي، لو فيها اكس اشيل الاي واكتب في دي في باي دي اكس، لو فيها في يبقى دي في باي دي تي عادي. جميل، طيب يبقى ده اللي انا قلته ملخصه اللي هو التيبل اللي انا عامله ده، ان انت بتعمل كده الفانكشن ام في الاي وتعمل كروس مالتيبليكيشن. ده الكلام اللي انا قلته من شويه حلناه مع اللي هو في الصفحه اللي فاتت دي يا اولاد. طيب يلا يا جميل بص كده على السؤال ده، فورس اكتس اون اي بادي اوف ماس 1 كيلوغرام، وجاب لك الاف هي جميل 5 اكس بلس 6، وقال لك ان هو بدا فروم ريست يعني الفي نوت بزيرو، وستارتد فروم ذا اوريجين يعني الاكس نوت بزيرو، وبعد كده المطلوب عايز يجيب حاجتين، فيرست فيلوسيتي اوف ذا بادي لما الاكس ب 4، سكند عايز يجيب الديسبليسمنت لما الفيلوسيتي ب 9. ناخدها واحدة واحدة يا جميل. ايه المعلومات اللي عندك؟ قلت لك دايما اكتب البيانات، الداينامكس كلها يا ولاد لما تقرا سؤال حط البيانات تحت بعض. يلا الماس 1 كيلوجرام، الفي نوت بزيرو، الاف 5 اكس بلس 6 بس، اقف لغايه هنا. اف ايكوال 5 اكس بلس 6، هشيل الاف واكتب مين يا باشا؟ ام اي 5 اكس بلس 6، شيل الام واكتب 1، بدل الاي نكتب دي في باي دي تي ولا في دي في باي دي اكس؟ جدع، هتقول لي في دي في باي دي اكس، برافو.
اعمل كروس مالتيبليكيشن واعمل انتجريشن يمين انتجريشن شمال، هنا من في نوت لفي، طب ما في نوت بزيرو وفي هتطلع عندنا. هنا بقى في حلين، ممكن اسيبها، ممكن ما اعملش من في نوت لفي ومن زيرو الاكس ينفع واسيبها كده وهتطلع الاجابه فيها سي بلس سي. فلما اقول لك بلس سي هنجيب السي من البيانات ازاي؟ تعال بص، تعال نعمل انتجريشن، ده تبقى في باور 2 على 2، وهنا عملت انتجريشن 5 اكس سكوير اوفر 2 دي 6 اكس بلس سي. يبقى هنا طالما ما كتبتش الحدود من زيرو الفي وهنا من زيرو الاكس، يبقى سيبها كده تقول بلس سي. طب اجيب السي ازاي؟ قول له ات ذا بيجيننج، في البدايه في نوت بزيرو، يبقى التايم بزيرو، الاكس بزيرو، الفي نوت بزيرو، عوض عن الفي بزيرو، الاكس مكانها زيرو تطلع السي بزيرو. كده يبقى انت جبت الريليشن اهي، وطبعا عملت تايم 2 تايم 2 تايم 2 عشان اشيل الفراكشن. كده انا جبت الفي ان جنرال اللي هي في سكوير 5 اكس سكوير 12 اكس. تعال بص على المطالب يا جميل، اول طلب عايز الفيلوسيتي لما الاكس ب 4، حط اكس مكانها 4، حط اكس مكانها 4، طلعت الفي سكوير ب 128، اعمل لها طبعا سكوير روت هتقدر تجيبها. طيب رجع تاني قال لك طب لو الفيلوسيتي ب 9 عايزين نجيب الاكس، روح حط هنا الاكس الفيلوسيتي دي مكانها 9 باور 2 تطلع ب 81، وكده هتطلع فانكشن او ايكويشن اعمل لها فاكتورايز تجيب الاكس. جميل، ادي سؤال. تعالوا بقى مساله تانية، فورس اكتس على بادي، الماس بتاعت البادي 250 جرام، ينفع جرام؟ ينفع، بس بشرط بقيه المساله تبقى بالسنتيمترز. انا لسه هكمل اهو، لان لو المساله بالسنتيمتر هسيبها جرام، لو المساله بالمترز لازم احولها لكيلوجرام. الماس 250 جرام، ستريت لاين فروم ريست، يبقى الفي نوت بزيرو وباديه من الاوريجن، وجاب لك الاف فاريبل فيها تي، وقال لك الاف ميجرد ان نيوتن، طالما نيوتن يبقى لازم دي تبقى بالكيلو جرام. جميل، يبقى انا هروح للمساله اقول له الماس ب 250 جرام اعملها ديفايدد 1000، يبقى 1 على 5 كيلو جرام. الفي نوت بزيرو هنقول له الاف اهي، اشيل الاف واكتب ام اي، الماس مكانها 1 اوفر 4، الاي المره دي نكتب مكانها دي في باي دي تي عشان الناحيه الثانيه فيها تي. اعمل كروس مالتيبليكيشن، اول اعمل تايم 4 تايم 4 تايم 4 عشان تشيل الفور ده، واعمل كروس مالتيبليكيشن انتجريشن يمين انتجريشن شمال. برضو يا حبايبي يا اما نكتب فروم 0 تو في، يا اما ما اكتبش الباوندرز دول واخليها بلس سي اللي يعجبك. طبعا انتجريشن دي في بي في فروم 0 تو في يعني في وخلاص عشان الثانيه 0. اعمل انتجريشن، انتجريشن دي طبعا 20 تي باور 2 على 2 فتطلع 10 تي سكوير 8 تي، وهنا 16 تي باور 2 على 2 يعني 8 تي سكوير جي، وطبعا من 0 لتي فتطلع هي هي. كده انا جبت الفي ان ترمز اوف اكس، بس خلاص. هو طالب ايه تاني؟ عايز الديسبليسمنت. اول ما جبت الفي عشان نجيب الاس، يبقى الفي ده هيدي اس باي دي تي، اعمل كروس مالتيبليكيشن انتجريشن فروم 0 تو اس وهنا فروم 0 تو تي، عملت انتجريشن كده انا جبت الديسبليسمنت. لو عايز عند تايم معين عوض بالتايم اللي هيقوله لك، هنا ما طلبش خلاص يبقى نسيبها اس. ادي فكره تانية يا حبايبي. طيب واحده تانية، ماس قال لك بادي فاريبل ماس، ماس بتاعتها 2 تي بلس 1، وبعد كده قال لك الاس ده الديسبليسمنت. طيب رجع تاني المطلوب حاجتين، قال لك لو سمحت هات لي المومنتم، تاني حاجه لو سمحت هات لي اللو اوف، عايزين نجيب الفورس. يبقى انا هقول له طيب انا عندي، انا عندي هنا الاس، طالما عندي الاس اقدر اجيب الفي دي اس باي دي تي، اعمل ديريفاتيف لدي طلعت اهي، واقدر اجيب المومنتم. المومنتم مين يا اولاد؟ ماس تايم فيلوسيتي، الماس اهي والفيلوسيتي اهي، اعمل ماس تايم فيلوسيتي جبنا المومنتم. طبعا 2 تي هعملها تايمز الاثنين دول وال1 مالتبلاي الاثنين دول، كده جبنا المومنتم. ده الطلب الاول. الطلب الثاني عايز يجيب الفورس. طيب احنا جبنا الفي، اقدر اجيب الاي تقول لي دي في باي دي تي، ونجيب الاف ايكوال مين يا اولاد؟ ام اي، ونشيل الام نكتب قيمتها اللي هي دي، والاي مكانها
اللي انت جبته دي ايه رأيك؟ كده يبقى انا جبت الفورس. يبقى مش انا عايز الفورس يا ابني، فانا قلت الفورس ايكوال ام ايه، فجبت الام ايه وبعدين قلت الفورس ام ايه. اول ما تعمل كده طبعا جبت الفورس وفرحان انك جبتها، كل ده غلط. هتقول لي غلط ليه؟ اقول لك يا راجل عيب، مش احنا قايلين نيوتن سكند لو اهو، بص لي كده انا قايلها لك اهي في الداتا، ان الاف ايكوال ام ايه لو الماس كونستانت، اف ايكوال دي باي دي تي ام في لو الماس فاريبل. هي المساله بتاعتنا يا جميل الماس فاريبل ولا الماس كونستانت؟ هي الماس برقم ولا الماس فيها تايم؟ بص كده على الكمبيوتر هتلاقي اهو الماس فيها تايم، الماس 2 تي بلس 1. يبقى كل اللي جبته ده غلط. يبقى تقول عشان الماس فاريبل، امال نجيب الفورس ازاي؟ تقول لي دي باي دي تي ام في. خلي بالكم من الغلطات دي يا اولاد. دي باي دي تي ام في اهي انا لسه جايبها من لحظه، يبقى اعمل ديريفاتيف بقى، يبقى 4 تي بلس 3. ايوه هي دي الصح بقى، ده الفورس. يبقى دي اللي انا عملته هنا، شوف في فرق شاسع بين ده وده، دي غير دي خالص. طيب كويس، واحده تانيه. ترين اوف ماس 245 تونز ماشي على هوريزونتال لاين باكسلريشن، طبعا طن دي ممنوعات، اكس لازم نحولها لكيلوجرام، اعملها تايم 1000. الاكسلريشن 15 سنتيمترز بير سكند سكوير. تقول لي برضه دي غلط، سنتيمترز مش ممنوعات ولكن ما تمشيش مع الكيلوجرام، يبقى دي هتتحول برضه. وقال لك اف ذا فريكشن فورس اللي هي الريزيستنس 75 كيلوجرام ويت بير تون، يبقى الريزيستنس 75 هعملها تايم 9.8 عشان تبقى نيوتن بير تون، اضربها تايم عدد التونز. فايند ذا فورس اوف ذا انجن. بعد كده في الاستوب وقال لك اف ذا لاست كار اوف ذا ترين اوف ماس 45 تونز ريليزد افتر 4.9 مينتس. طبعا بدات طبعا ده بعد 4.9 مينتس العربيه انفصلت، عايز يجيب التايم تيكن بالريليز دي كار دي تيل ات كامز تو ريست. يا خبر ابيض اطره يا اولاد. ماشي تعالى نكتب البيانات بتاعته. انا هقول الماس 245 تونز ودي ممنوعات، يبقى 245000 كيلوغرام. الاكسلريشن 15 سنتيمتر بير سكند غلط، يبقى 0.15 متر بير سكند سكوير. شوف النظام يا ابني تحت بعض كده، نظم اجابتك، اوعى تبقى قذر. النظام مهم يخليك مرتاح كده في الحل، والمصحح يديك درجتك صح. طيب جايب لنا ايه تاني؟ الريزيستنس 75 طيب 9.8 عشان كيلوغرام ويت بير تون، يبقى تايم 245. دي الريزيستنس الرقم الضخم ده 18000 نيوتن. اول ما اقول كده طب ما انا عندي احنا بنقول ايه؟ موشن ماينس انتي موشن، اف ماينس ار ايكوال ام اي، كل حاجه عندي ما عدا الاف. يبقى نكتب اف ايكوال، ادي الاف اهي، الار اهي، الماس عندنا تايمز الاي، هدي الناحيه الثانيه بالبلس كده يا جميل، حسبنا الفورس. ده كان المطلوب. طيب بس هو عايز الفورس ان كيلوغرام ويت، جيت عاملها ديفايدد 9.8. قال لك بقى العربيه الاخيره الحمراء دي ريليزد بعد 4.9 مينتس. انا سامع واحد شاطر عنده ذوق قال لك ده انت داخل مرحله جديده، اوعى تدخل بايدك فاضيه، تبقى قليل الذوق على طول. ايدك يبقى فيها ايه يا ابني؟ جدع، لازم نجيب الفي هنا عشان تبقى في نوت للمرحله الثانيه. احفظ المصطلح دي مني، اول ما تدخل مرحله جديده لا تدخل بايدك فاضيه، يبقى لازم تجيب الفي وتبقى هي في نوت للمرحله الثانيه. طب ما انا اقدر اجيب الفي بسهوله، انا عندي في نوت بزيرو، عندي التايم 4.9 مينتس اللي هنحولها لسكند. طيب وعندي ايه كمان؟ وعندي الاكسلريشن فوق اهي. من الثلاثه دول هنقول في ايكوالز في نوت بلس اي تي، اعمل سبستيتيوشن، حسبت الفي طلع 44.1، اقوم اشد خط فاصل
الله يخليك اسمع نصيحتي وما تخليش المسألة تدخل في بعضها، خط فاصل بين كل جزء وجزء، ودايما الرولز حطها في برواز، خليك كده احس وانا ببص لاجابتك ان انت مهندس كده، كلامك منظم. والبرواز دي يا ابني ما اسموش علامة اخر السنة، بس في واحد يقول لي اصل دي علامة، علامة ايه يا ابني؟ انت منظم ولازم تبقى مش كويس عشان تقول مش علامة، لا نظم، حط القانون في برواز تلاقي نفسك منظم كده، والاجابة تحت، يبقى ده القانون اللي انا بشتغل عليه، ده القانون اللي بشتغل عليه. طيب نروح للمرحلة التانية، نتكلم على الريليز دي كار. وانا داخل قبل ما اتكلم اروح اقدم اللي في ايدي، ما انت لما تروح عند حد يا ابني في ايدك حاجه ما بتشيلهاش في ايدك، بتروح تقدمها اول ما تدخل، يبقى انا حدا اقدم دي اقول له ادي الفي نوت والفي فاينل بزيرو انها هتتوقف. طب وبعدين؟ ونيجي بقى الماس الجديده، العربيه دي الماس بتاعتها قال لك 45 تونز، يبقى 45000 كيلو جرام. ايه تاني؟ قال لك الريزيستنس كانت 75 كيلو جرام ويت بير تون، يبقى 75 طيب 9.8 هي المسألة الجديدة كم تون؟ 45، يبقى طيب 45 دي ده الجديدة. دي كل البيانات بتاعت المرحلة التانية. هتقول احنا العربية ماشية مفيش فورس بس في ريزيستنس، موشن ماينس انتي موشن ايكوال ام ايه، يبقى نيجاتيف ار ايكوال ام ايه، الار اهي يا جميل 33075، الماس 45000، كده هنحسب الاي وطبعا طبعا نيجاتيف. عندك في نوت، عندك الفي، عندنا الاي، الحمد لله نقدر نجيب التايم بسهوله، نكتب في ايكوال في نوت بلس اي تي في برواز طبعا القانون، اعمل سبستيتيوشن حسبت التايم، يبقى هذه العربية دي هتتوقف بعد 60 seconds، أول ما تنفصل من القطر تفضل ماشية لمدة تايم 1 مينت. مسألة تانية يا أولاد، يلا اتفرج يا حبيبي أفكار أهو عشان تبقى الدنيا تتلم في مخك. بارتكل أوف يونت ماس، أقف هنا، يعني يونت يعني 1 الماس ب 1. ماشية في اف 1 اف 2 اف 3. طيب وبعدين الـ A والـ B اللي موجودين دول كونستانت، A هنا وB هنا كونستانت، وجايب لنا الـ S، فايند الـ A والـ B. طيب نكتب الـ given يا باشا، أنا عندي الماس بـ 1 طبعا 1 يونت أو 1 المفروض يقول إن اليونت ده إيه، أدي الـ S، إيه تاني؟ بس ما عندناش حاجة تانية. طب ما أنت لو ناصح، لا عندك F1 F2 F3، طب ما أنا أجيب الريزلتانت، الريزلتانت اللي هي اف 1 بلس اف 2 بلس اف 3، هنعمل الاي بلس اي بلس اي. خلي بالك اوعى تقول لي تجمع الاولى مع الاولى مع الاولى يا مسطول، ده دي جي دي جي، يبقى انا هجمع الاي هنا مع الاي هنا مع الاي الاخيره اللي هنا، كده حسبنا الاف. طيب لما اقول لسيادتك عايزين الفي تقول لي دي اس باي دي تي، ادي الاس اهي، اعمل لها ديريفاتيف تجيب الفي. طب عايزين الاي، دي في باي دي تي، اعمل ديريفاتيف جبنا الاي. هل يا اولاد اقول له الاف ايكوال ام اي ولا اف ايكوال دي باي دي تي ام في؟ تقول لي ابص على الماس، الماس كونستانت ولا فاريبل؟ كونستانت، يبقى ام اي عادي، بدل الاف اكتب كل دي الريزلتنت ام ب1 والاي ب1 جي. اعمل كومبيرنج للتو سايدز يا حبيبي، هتقول الاي من هنا قد الاي من هنا، مفيش اي، يبقى بي ماينس 1 ب0، يبقى البي جبناها هنا، هات الجي مع الجي، يبقى الاي ماينس 1 ب1، كده جبنا الاي والبي. ادي فكره تانية. فكره ثالثه يا حبايبي، بص كده، لير اوف رابر اوف ثيكنس 6 سنتيمتر. طيب قال لك ان بوليت فايرد، طيب اللي هو ده، لا سوري، الاول قال لك لير اوف رابر ثيكنس 6 كفرد وودن تارجت، يعني في عندي وودن تارجت كده، في عندي قطعه من الخشب مغطاه بالرابر ده. اف بوليت فايرد، البوليت الماس بتاعتها 30 جرام، ده 30 جرام، ما انطلقت بفيلوسيتي 196، بنتريتد 12 سنتيمتر جوه الود،
if the resistance of the wood twice resistance of the rubber, find the resistance of each in kilogram weight. يا نهار ابيض، ده دي عايزه واحد كده هادي بالراحه. نقرا تاني السؤال يا ابني. قال لك في عندي layer of rubber الثيكنس بتاعها ب 6 covered الود، يبقى انا اقول له ادي وود وادي رابر اللي بره اللي بالاسود ده. الرابر ده الثيكنس ده 6 سنتيمتر. البص على المسدس ده يا حبيبي، شوف الرصاصه اللي دخلت، الرصاصه انطلقت من هنا دخلت في الرابر، اخترقت الرابر ودخلت جوه الود 12 سنتيمتر وبعدين استوبد. جميل. من اللي انا عامله ده هقول لك بقى، هو قال لك الريزيستنس بتاع الود توايس ريزيستنس اوف رابر. تقوم انت علشان شخص جميل تقول نسمي دي ار، نسمي دي تو ار. ايه المعلومات اللي عندي؟ انا عندي منطقتين وانا بتكلم يا ابني عشان ابقى منظم، اقسم كلامي جزئين، جزء هنتكلم على الرابر، جزء هنتكلم على الود. وانا في المنطقة الاولى هحاول اجيب الفي عشان الفي هنا تبقى في نوت للمنطقة التانية. انتوا معايا ولا لا؟ تاني، الرصاصة اطلقت دخلت هنا، مشيت اكيد بتبطأ، هنا هيبقى الفيلوسيتي هتقل، الفي فاينال هي في نوت للمرحلة التانية. يبقى انا جوه الرابر نكتب البيانات، اول حاجة الار بار. ايه تاني يا ابني؟ الماس بتاعت الرصاصة 30 طبعا دي جرام، فبقت 0.03 كيلوجرام. ايه تالت؟ عند الفي نوت ب 196 اللي هي اطلقت بيها، عندنا المسافة دي ب 6 اللي هي 0.06 مترز. هنبتدي نتكلم نيوتن سكند رو، هنقول له نيجاتيف ار ايكوال ام اي. الار معرفهاش سميتها ار 1 اللي هي الار، الاي معرفهاش، يبقى انا هجيب الاي ان ترمز اوف ار، يبقى الاي طلعت نيجاتيف ار على 0.3. وارجوك ما تتنرفزش وما تتضايقش يا حبيبي، سيب الاي ان ترمز اوف ار. جميل كده جبنا الاي، كويس قوي. طيب نيجي بقى، انا كل هدفي ان اجيب الفي هنا يا حبايبي. طب ما انا عندي في نوت وعندي اس وعندي ايه الجديده؟ يبقى انا هقول له في سكوير ايكوال في نوت سكوير بلس 2 اي اس. اعمل سبستيتيوشن هنا، هات لي الفي اهو، جبت الفي سكوير، طبعا الفي تبقى سكوير روت الكلام ده. دي المرحله الاولى يا اولاد، خلصتها جبت الفي. اروح ادخل للمرحلة التانية، ايدي مش فاضية معايا الفي، اروح اقدمها اقول له ده الفي نوت. ايه تاني؟ الفي فاينل بزيرو. ايه تالت؟ نفس الماس. ايه رابع؟ الريزيستنس اللي هي 2 ار. ده كل المعلومات اللي عندي. هتقول اعمل نفس اللي انا عملته ده، بس هنقول حاجة، انا عندي في نوت وعندي في وعندي اس، طالما عندي ثلاثة اجيب الاكسلريشن الاول، اقول له في سكوير ايكوال في نوت سكوير بلس 2 اي اس، في سكوير بزيرو. الفي نوت سكوير اللي هي دي شيل السكوير روت، خد الزرقاء اللي فوق دي 2 اي اللي معرفهاش في اس. جميل. طيب يبقى دي 2 اي اس. طيب هنيجي بقى نعمل سبستيتيوشن، لما تيجي تعوض هنا حسبنا الـ A2 كويس، روح بقى للمسألة هتقول له نيجاتيف R إيكوال M A. طيب هنا يا ولاد ده ايه 2 A S، هنا مفيش، ده هنيجي نعوض اهو، يبقى هنيجي نعوض اهو، احسبها كده حسبنا الـ R، ما انت هتشيل الـ R2 ده ايه وتكتب 2 R. كويس قوي. بعد ما حسبتها كده هتطلع الار بالنيوتن، لو عاوزها بالكيلوجرام ويت اعمل ديفايدد 9.8. ادي المعلومات اللي عندي، شايف المساله قسمتها منطقتين، لو انت ما قسمتهاش المساله هتضيع منك. يبقى انت واحده واحده كده تقول لي انا الهدف لما يبقى عندي جزئين اجيب الفي هنا تبقى في نوت للمرحله الثانيه. ادي سؤال جميل يا اولاد. طيب
ده انا عايزك للسؤال ده تحله بايدك تاني ان شاء الله في الحلقة الاخيرة لما خلاص هدي لك نفس السؤال ده وهحله باختصار شديد. ال15 خطوة دول هيتحلوا تقريبا في 3 خطوات. طيب تعالوا بقى نتكلم شوية على كل اللي فات ده ما جبناش فيه سيرة انكلايند بلين. انا عندي البلين يا اما سموس يا اما رف. لو سموس مفيش ريزيستنس، لو رف في ريزيستنس. الريزيستنس يا حبايبي يا نسميها ار يا نسميها ميو ان، دايما بنسميها ار الا لو قال لك ان الكو اوفيشنت اوف فريكشن. ولما يكون يا ولاد فيه كو اوفيشنت اوف فريكشن، في عندي حاجتين، في عندي 2 كو اوفيشنت اوف فريكشن، في ستاتيك كو اوفيشنت اوف فريكشن وفي كاينيتيك كو اوفيشنت اوف فريكشن. الستاتيك اسمها ميو اس، الكاينيتيك اسمها ميو كي. جميل. طيب طبعا في بقى حاجات انا هقولها لك كده بسرعه. لو انا حطيت بادي وفي فورس وفي ام جي ساين ثيتا، لو الفورس اكبر من ام جي ساين ثيتا اكيد البادي هيموفنج اب. طب لو ام جي ساين ثيتا اكبر اكيد البادي هينزل لتحت. لو كانت لو البادي بيتحرك وخليت الاف قد الام جي ساين ثيتا يبقى هيمشي بيونيفورم فيلوسيتي. طيب تعالوا نشوف كم فكره كده بسرعه. بادي بروجكتد اوقف هنا. بصوا لي يا اولاد، اول ما اقول لسيادتك بادي بروجكتد، اول ما اقول بروجكتد تقول لي فيه بفهم منها حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ اول حاجه ان مفيش، ان الفي نوت مش بزيرو. في فرق بين لما اقول فولز يبقى الفي نوت بزيرو لو فولز من حاجه ثابته. طب لو بروجكتد يبقى الفي نوت طالعه بسرعه زي بالظبط بوليت فايرد. فايرد يبقى طلعت من المسدس كده، البوليت طلعت بسرعه، يبقى الفي نوت مش بزيرو. يبقى اول ما تسمع بادي بروجكتد تقول الفي نوت مش بزيرو، ادي حاجه. حاجه تانية، بادي بروجكتد يبقى الفي نوت مش بزيرو وهو هيمشي، هل وهو ماشي جواه فورس؟ يعني هو بيتحرك؟ هتقولي لا، بس هو ماشي ازاي نتيجه الاندفاع اللي خده؟ فهو ماشي 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 ماشي. يبقى في الحاله دي نقول ما فيش فورس. يبقى لما اقول لك بادي بروجكتد وماشي يبقى ما فيش فورس، عشان ما تجيش تقول لي اف ماينس ار ايكوال ام اي، ما فيش فورس اصلا. جميل. يبقى في ريزيستنس بس، او في ام جي ساين ثيتا اذا كان كده. يلا يا جميل، انا هقول بقى هنا، هنا بيقول لك بادي بروجكتد يبقى ما فيش فورس. بروجكتد بفيلوسيتي دي اللي هي مين يا حبايبي؟ هتقول لي دي اللي هي الفي نوت. طيب على سموث انكلايند بلين بانجل سيتا، جيت انا راسم على طول. نصيحه يا ابني ارجوك، اول ما يقول لك انكلايند بلين ارسمها على جنب، تقول ادي الام جي واشطبها، ام جي كوزاين ام جي ساين. البادي بروجكتد ارسم اتجاه الموشن، دايركشن اوف موشن اللي هي دي. جميل قوي. طيب تعالوا بقى نكمل. انا لما اجي اقول لك هنا هنبتدي نقول الفي نوت ب 196، الفي فاينل بزيرو عشان هتقف، ايه تاني؟ الساين سيتا ب 0.1. طيب هو بيقول لك انها بروجكت في انكلايند بلين، فايند ذا تايم تيكن تو ريتيرن ذا بادي تو ذا بوينت اوف بروجكشن. البادي ده هيطلع يطلع يطلع وبعدين ينزل 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 تاني لغايه نقطه ده. فانا عايز اجيب التوتال تايم، فانا هجيب التايم لغايه ما ياخده لما يقف واعمله تايم 2. بقى انا جبت التوتال تايم. هتقول لي انت عندك في نوت وفي عندك 2 بس، يبقى ما اقدرش اجيب التايم، يبقى استخدم نيوتن سكند لو. نيوتن سكند لو موشن ماينس انتي موشن ايكوال ام اي. يبقى انت هتقول لي نيجاتيف ام جي ساين ثيتا، لان مفيش فورس، نيجاتيف ام جي ساين ثيتا ايكوال ام اي، وده عشان سموث يبقى معناها ان مفيش ريزيستنس عشان قال لك سموث. اشطب الام مع الام كده انا جبت الاكسلريشن. جميل. دي الاكس بقى عندك في نوت وفي وايه. طبعا اي حد فينا يقدر يجيب التايم. كويس قوي. لما اعمل سبستيوشن طلعت التايم ب 2 سكندز. ممتاز. طيب انا دي التايم اللي هياخده من اول ما البوينت اوف بروجكشن لغايه ما نقطه التوقف، يبقى التوتال تايم تايم 2 تطلع ب 4. ادي مساله يا حبايبي. سؤال تاني، بادي اوف ماس 200 جرام بليست. بص الفرق يا ابني بين الجمله دي واللي فاتت. هنا قال بليست، الثانيه بروجكتد. لما اقول لسيادتك بص لي
لما اقول لسيادتك في بادي بليست، كلمه بليست غير بروجكتد. بروجكتد يبقى الفي نوت مش بزيرو، بليست يبقى الفي نوت ايكوال زيرو. يبقى لما اقول لك بادي بليست يبقى تقول لي اه هفهم منها ان الفي نوت بزيرو عشان هيبتدي بعد كده يتحرك، غير لما اقول لك بادي بروجكتد. دي جمل يا ابني وانت بتقراها كده انت مش بتقرا موضوع انشا، لازم تبقى كده كل كلمه تقراها تبقى انت فاهم المعنى. يلا يا جميل، بادي الماس بتاعته 200، بليست على سموث بلين انكلاين على الهوريزونتال بانجل هو الساين سيتا، والساين سيتا ب 4 اوفر 5. فورس قيمتها 200 جرامز ويت على بارلل لللاين اوف ذا جريتست سلوب ابورد. فايند ذا اكسلريشن اوف ذا موشن فول ستوب. بعدها اف ذا فورس ايكوال زيرو بعد 3 سكندز فايند ذا ديستانس which the body ascends until it stopped instantaneously. اولا ده smooth plane، يبقى انا هفهم منها نكتب البيانات. يلا يا باشا، الماس 200 جرام، جرام تنفع؟ تنفع، المانع بس بقية المسألة تبقى بالسنتيمترز. طيب الساين سيتا ب 0.4، الفورس قال لك 200 جرام زويت، طبعا جرام زويت دي ممنوعات، يبقى نعملها تايم 980. اوعى تقول لي 9.8 عشان ازعل منك، ان دي جرام ويت يبقى لازم تايم 980 عشان تبقى بالداين. ممتاز يا اولاد. طيب خلينا في الجزء الاولاني قبل التايم ب 3. انا هقول لك البادي ده بليست وطالع في فورس بتشده، يبقى انت هتقول لي في اف فوق وفي ام جي ساين سيتا تحت، نيوتن سكند لو اف ماينس ام جي ساين سيتا ايكوال ام اي، عشان ده سموث مفيش ريزيستنس. اعمل سبستيتيوت الاف عندك والام والجي وساين سيتا عندك، اشطب 200 مع 200 مع 200 هنا يتبقى 1980 ماينس 0.4980 يعني 0.6980، وتطلع الاي تطلع 588 سنتيمتر بير سكند سكوير. عندنا في نوت، عندنا الاي، عندنا التايم، من التلاتة دول اجيب الفي، لان احنا هندخل مرحلة جديدة دلوقتي كده كده هو ما بيطلبهاش، انت اللي بتجيبها لان هيقول لك الفورس دي ستوبد. سؤال يا ولاد، لو انا ماشي على الانكلاين دي بلين ده، العربية ماشية كده والموتور بطل، يحصل لها ايه؟ خلي بالك، كان في واحد بيقول لي ترجع، اقول له لو حمار بشدها، الحمار لما يقع العربية تنزل، لكن ده العربية فيه موتور بشدها، يبقى لو العربية ماشية والموتور بطل تفضل تطلع 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 لغاية ما ستوب، لغاية ما تتوقف، وبعد ما تتوقف تبتدي تنزل. يبقى خلي بالك اول ما الموتور يبطأ ده مرحلة جديدة، هيبقى فيه في نوت اللي هي الفي، الفي الاولى هتبقى في نوت للمرحلة التانية، وتفضل تطلع لغاية ما الفي فاينل زيرو. احنا عايزين نجيب بقى تاخد تايم قد ايه او تطلع مسافة قد ايه. يبقى انا كده كده من المرحلة الاولى هنطلع الفي عشان نستخدمها في الجزء الثاني تبقى في نوت. دي يا ابني اساسيات لازم تبقى جواك وفي مخك كده على طول. يبقى انا هجيب الفي في نوت بلس اي تي. يلا يا جميل اعمل سبستيتيوشن، طلعنا الفي الرقم الكبير ده 1764 سنتيمترز بير سكند. بدأت احط فاصل زي ما اتفقت معاك، تنظيم الحل الله يخليك، لازم تحط خط فاصل وتيجي تقول له بقى المرحلة الثانية الفي نوت اللي هي دي، دي هتبقى في نوت. ايه تاني يا ابني؟ الفي فاينل بزيرو. ايه تالت؟ نفس الماس. طيب هي طالعة، يبقى الام نيجاتيف ام جي ساين سيتا ايكوال ام ايه، شيل الام مع الام، طلعنا الاكسلريشن. طب هو طالب مين يا حبيبي؟ قال لك فايند ذا ديستانس كفرد، يبقى انا عندي في نوت وفي وايه، من الثلاثه دول هستخدم القانون اللي ما فيهوش تايم، في سكوير ايكوال في نوت سكوير بلس 2 اي اس، جبنا الاس. هتقول لي يا خبر ابيض، معقوله تطلع الرقم ده كله؟ اقول لك يا راجل ده سنتيمترز، فانت لو عايز تحول المتر تطلع 40 متر تقريبا يعني. جميل. طيب لو راف بلين احنا اتفقنا بنسميها ميو ان، والميو ده ميو كاينيتك، وقلنا اف لو هي طالعه اف ماينس ميو ان ماينس ام جي ساين سيتا ايكوال ام اي، طب لو نازله موشن ماينس انتي موشن، يبقى اف بلس ام جي ساين سيتا ماينس ميو ان
ايكوال ام ايه، ده في حاله الرف انكلاين. يلا كده يا جميل، بادي بروجكتد بفيلوسيتي 7 على رف بلين انكلايند على الهوريزونتال بانجل هو ساين 1 اوفر 7. اف ذا كاينيتيك كوفيشنت اوف فريكشن روت 3 اوفر 8 اند ستاتيك كوفيشنت اوف فريكشن روت 3 اوفر 7. ده الميو كي، ده الميو اس، واحنا قايلين زمان قوي ان دايما الميو اس اكبر من الميو كي. فايند ذا تايم ات ويتش ذا بادي ات ريست، ما هو البادي بروجكتد بروجكتد هيفضل يطلع 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 لغايه ما يقف. طب بعد ما يقف الطبيعي ان ينزل، فبيقول لك هل هينزل ولا هو وقف فوق ويفضل واقف. هو في السؤال هنا بيقول لك بروف ان البادي ريمينز ات، اول ما يقف خلاص يرتاح ويفضل واقف وما يرضاش ينزل، اثبت كده. تقوم سيادتك تقول البادي ده بروجكتد. بروجكتد معناها ان مفيش فورس، وفي عندي الفي نوت وعندي الميو كي، ماليش دعوه بميو اس خالص دلوقتي عشان ده في موشن، ميو كي بروت 3 على 8، والميو اس دي ملناش دعوه بيها دلوقتي. طيب ساين ثيتا ب 1 اوفر 7، يبقى نقدر من هنا نجيب كوساين ثيتا، طبعا ده سكوير ماينس ده سكوير تطلع 4 روت 3. طيب هو طالع يا ولاد، يبقى نيجاتيف ميو ان نيجاتيف ام جي ساين ثيتا ايكوال ام ايه، شيل الان واكتب ام جي كوساين ثيتا اهو، اشطب ام مع ام مع ام، كده حسبنا الاكسلريشن. يبقى البادي ده هيفضل ديسيلريتد بالمقدار ده 3.5 مترز بير سكند سكوير. جميل، هو عايز يجيب ايه في الجزء الاولاني؟ قال لك المطلوب عايزين نجيب التايم. طب ما انت عندك في نوت وعندك في فاينل بزيرو وعندك الايه، اي حد يقدر يجيب التايم، يبقى ده هيتوقف بعد 2 سكندز. طب البادي راح وقف، الطبيعي لما يقف يبتدي ينزل. هتقول لي هو ايه الفورسز اللي بتاثر عليه؟ ام جي ساين ثيتا فورس بتشده، الميو ان فورس ضده اللي هو الريزيستنس، بس الميو ده اهي اللي هي الميو اس يا جميل. طب انا عايز اعرف لو كانت ام جي ساين ثيتا اكبر من الميو ان يبقى البادي ينزل. طبعا لو كانت الميو ان اكبر من الام جي ساين ثيتا يبقى البادي ريمينز ات ريست. يبقى انا هبتدي اقول له الويت اللي هي ام جي ساين ثيتا، احسبها ام جي ساين ثيتا، احسبها طلعت 1 على 7 ام جي. ميو ان اختار الميو اللي هي الميو ستاتيك روت 3 على 7، ان اللي هي ام جي كوساين ثيتا، احسب دي طلعت 7 اوفر 5 ام، احسب اللي تحت هتطلع 12 اوفر 5 ام. يا نهار ابيض، الميو ان اكبر، الميو ان ده اهي اكبر من الام جي ساين ثيتا. يبقى نقول له علشان الفورس اللي بتشد البادي اصغر من الريزيستنس يبقى البادي ريمينز ات ريست. حلو السؤال، جميل. مسألة تانية يا اولاد جميلة برضو، هنا بيقول لك لوكوموتيف اوف ماس 56 تونز. جميل، يبقى ده الماس. يعني ايه لوكوموتيف يا اولاد؟ انتوا عارفين القطر اللي بيشد القطر لما بيتحرك بيبقى فيه عربيات موجودة. لما اقول لك القطر وهو ماشي، العربيات اللي الناس بتركب فيها دي اسمها ده القطر نفسه، ده الترين. لكن العربية اللي قدام اللي بتجر القطر ده دي اسمها لوكوموتيف. يبقى لما اقول لوكوموتيف معناها الجرار اللي بيجر القطار. فهو جايب لك هنا اللوكوموتيف الجرار لوحده، العربية اللي بتجر القطر لوحدها الماس بتاعتها 56 تونز. وفي عربيات، هو بيقول لك بقى العربيات دول كام عددهم؟ معرفش، هو طالبها. تعالى اقرا كده معايا. قال لك لوكوموتيف اوف ماس 56 تونز، الفورس بتاع الانجن 27 طن ويت. طبعا كل دي ممنوعات ممنوعات. شادد نمبر اوف كاريجز، يبقى عدد من العربيات معرفش كام. الماس بتاع كل واحده فيهم 9 تونز. واسندنج على انكلايند بلين وساين ثيتا ب 1 اوفر 10. اف ذا ريزيستنس
is 15 kilogram weight for each ton. Find the number of the carriages given that the motion accelerated. اداك الاكسلريشن. نكتب بقى بالراحة. ادي القطر اهو يا جميل. الماس بتاعت الاولى 56، الماس بتاع كل عربية من العربيات 9، عددهم كام؟ الله اعلم. هنقول القطر اهو في ريزيستنس، في ام جي ساين ثيتا، في فورس. تعالى نكتب البيانات. الفورس 27 طن ويت، يعني 27000 في 9.8 بقت نيوتن. هسمي العربيات عددها ان، يبقى الماس بتاع كل العربيات 9N تونز. طيب يبقى الماس بتاعة القطر هنسميها بكي، اللي هو الماس بتاعة القطر ال 56 تونز بتاعة اللوكوموتيف بلس الماس بتاعة العربيات. يبقى انا عندي كام عربية؟ معرفش. يبقى الماس بتاعة اللوكوموتيف بلس الماس بتاعة العربيات دول على بعض يديك الماس بتاعة القطر. سميت ال 56 بلس الناين ان على بعضها سميناها كي. جميل. بس الكي ده بايه يا اولاد؟ بالطن. جميل. يبقى انا لما اجي اقول لك الماس اوف ذا ترين على بعضه كي طنز، تقول لي بس الطن ممنوعات، اقول لك انيه، يبقى 1000 كي كيلوجرام. طيب الريزيستنس 15، طيب 15 كيلوغرام ويت بير طن، يبقى 15 في 9.8 في عدد الطنز اللي هي كي، ده الريزيستنس. الاكسلريشن 0.196، انا حولتها الميترز طبعا. دي كل المعلومات اللي عندي. هو يا ابني نيوتن سكند رو يطلع لك، يخلص لك المساله. موشن ماينس انتي موشن ايكوال ام ايه، يبقى الاف ماينس ار ماينس ام جي ساين سيتا ايكوال ام ايه. اف خليتها لوحدها، نقلت الار الناحيه الثانيه بالبلس، يا رب ما تزعل. اف مكانها اهي 27000 تايم 9.8. ار اهي يا جميل، فين الار؟ اهي 15 في 9.8 تايم كي. ام اللي هي 1000 كي. جي 9.8 ساين سيتا 1 على 10. وبعد كده ام اللي بالاسود دي اللي هي 1000 كي. ايه اللي هي 0.19. اشطب 9.8 مع 9.8 مع 9.8 واعمل ده ديفايدد 9.8 تطلع 0.02. اللي باقي من هنا 27000، اللي باقي من هنا 15K، اللي باقي هنا يا باشا شيل زيرو من ال 1000 يبقى 100K. نيجي هنا بقى دي 2 اوفر 100، شيل 2 زيروز مع 2 زيروز يبقى 10 في 2 20K. 20 بلس 15 بلس 100 يبقى 135K ايكوال 27000. تمام يا ولاد؟ يبقى الكي هناخد 27000 اوفر 135 طلع 200. الكي قيمتها ب 200، الكي اصلا كانت 56 بلس 9N ايكوال 200. هات الارقام ده مع الرقم ده يبقى ال 9N ب 144، يبقى ال N ب 16، يبقى عدد العربيات 16. لو انا بحسب لقيتها 16.5 اعرف ان انا غلطت، لان يعني مفيش عربيات، هنقول نص عربيه. ادي مساله جميله. في ملاحظه كده يا ولاد، دي مش سؤال ولا حاجه، دي حته تانيه سنه وافكرك بيها قبل ما اقول السؤال اللي جاي. يلا يا باشا، لما يقول لك فروم ذا توب اوف ذا تاور، ادي تاور اهو، فروم ذا توب بارتيكل بروجكتد فيرتيكالي اب بفيلوسيتي 28، فايند ذا ديسبليسمنت افتر 4 سكندز. يعني العربيه طلعت وبعدين نزلت لمده 10 سكندز، البارتيكل اللي حصل له كده. يبقى الديسبليسمنت فين؟ الديسبليسمنت دي البدايه دي النهايه، يبقى ده الديسبليسمنت اللي هو ده. انا بقى في طريقتين لحل المساله دي. طريقه انك تقول نقسم، ناخد فروم A تو B، نقول الفي نوت ب 28، الجي بنيجاتيف 9.8 لان ديت مفيش فورس مفيش ريزيستنس، يبقى خدنا الجي. ايه تاني؟ الفي فاينل بزيرو. من هنا هنحسب التايم، يبقى التايم 20 على 7 من هنا لغايه هنا، ونحسب الاس الفي سكوير
ادي الفيس، هنحسب المسافه اي بي كده، جبنا التايم وجبنا الاي بي. جميل يا اولاد. نرجع ناخد بقى فروم بي تو سي، من بي لسي. اولا احنا خدنا تايم من هنا لهنا 20 على 7، يبقى التايم اللي باقي هنقول له اولا هنا في نوت بزيرو، الجي عشان نازله بوزيتيف 9.8. التايم التوتال تايم ده كان 4 سكندز، شيل منه 20 على 7 يبقى 24 ماينس 20 على 7 ده التايم اللي باقي. كده هنحسب المسافه دي كلها، اس ايكوال اس اللي هي البي سي، حسبناها طلعت 40. المسافه دي كلها 40 ودي لوحدها 6.4، شيل ده من ده يطلع ده 33.6. كل اللي انا عملته وجع القلب ده السنه اللي فاتت قلنا لك اعملها في وان ستيج اسهل لك. ده كل ده يا اولاد بشرح تانيه ثانوي، فانا هقول كل ده بدل ما اقعد اجيب ده وارجع اجيب ده واشيل ده ماينس ده ووجع القلب ده، قال لك خدها مرحله واحده. تقول انت ابتديت من ايه؟ طلعت ورحت لغايه السي، يبقى الديسبليسمنت اي سي والتوتال تايم بفور، يبقى هاخد الموضوع كله وان ستيج. طالما هتاخدها وان ستيج هيبقى عندك في نوت. خلي بالك طالما هتاخد وان ستيج، الرحله اللي مشيت بيها دي كانت فيها جزء اتجاه لفوق واتجاه لتحت، الفي نوت لفوق والجي والاس لتحت، دول اتجاهين عكس بعض. يبقى انا هاخد الفي نوت، دايما بنحب يبقى الفي نوت عكس الجي عكس الاس، لان الجي لتحت دايما الجرافيتي لتحت والاس لتحت. يبقى انا هقول بقى ناخد الفي نوت بالنيجاتيف يبقى الجي بالبوزيتيف، وينفع تعكس تقول له الفي نوت اهو النيجاتيف يبقى الجي بالبوزيتيف على طول، ده احسن لك. لكن ممكن تعكس، لكن انا بحب دايما في المساله اللي باخدها وان ستيج اللي هو طالع نازل دي اللي احنا هنتعامل معايا يا اولاد في كل الافكار اللي جايه. هنقول له ده في نوت وهنا دي تي وهنا اس، هنقول له اس ايكوال في نوت تي، الفي نوت بقى بنيجاتيف 28 والتايم بفور سكندز مره واحده، شوف طلعت نفس الاجابه. كل الخطوات الكتيره دي حليتها في سطرين بس. خلي بالك، تعالى بقى للسؤال الجميل الاخير بتاعنا. بالون اوف ماس 1050 كيلوغرام اسندنج فيرتيكالي اب وذ يونيفورم فيلوسيتي. انا بعلي صوتي في دي ليه؟ عشان كلمه يونيفورم فيلوسيتي يبقى الفورس قد الريزيستنس. قال بعدها في بادي كانت الماس بتاعته 70 كيلوغرام فولز فروم ات، فايند ذا اكسلريشن وذ ذا بالون moves if the velocity if the balloon before the body filled is 50 سنتيمتر بير سكند. المطلوب الاولاني عايز الديستانس كفرد بتاع البالون في النيكست 10 سكندز، الطلب الثاني عايز الديستانس بتوين البالون والبادي عند ال 10 سكندز ده. نقول بالراحه ينفع؟ ينفع. تعالوا بالراحه، البالون الماس البالون اهو يا باشا، ان تعالى نكتب البيانات. البيانات الفي بيونيفورم دي مهمه، يبقى اللي فوق قد اللي تحت يبقى الاف قد الام جي. هو كان قايل على فكره يا اولاد انا نسيتك تقول لكم كده نو ريزيستنس، كان قايل ان ما فيش ريزيستنس في المساله. طيب يبقى الاف قد الام جي، يبقى الفورس المطور بتاع البالون ده قيمته ام جي، ام اللي هي بكام؟ اللي هو 1050 وجيليا 9.8، يبقى ده الفورس بتاعت الماتور دي، خليها كده على جنب. ده وهو كان في البالون وهو طالع بيونيفورم فيلوسيتي الماس بتاعته 0.5. ده لما البادي يقع منه يا حبايبي، يبقى البالون هيمشي لوحده والبادي لوحده. هنتكلم على البالون، نتكلم على البادي. تعالى بقى نحكي بالنسبه للبالون المعلومات، الفي نوت ب 0.5، ما هو الفي بتاعت المرحله الاولى هي في نوت. الماس كانت 1050، شيل منها البادي اللي وقع منه اللي هو 70 يبقى ده الماس. طيب الفورس بتاعت البالون اللي احنا داخلين بيها من المرحله القديمه ايه؟ تالت التايم 10 سكندز. من المعلومات دي البالون اكيد هيسرع، ما هو البالون يا اولاد كان شايل حمل تقيل، لما نزلت منه 70 يبقى الحمل خف
يبقى الفرصه دي تسرع البالون، هتسرع. يبقى انا هقول له اف ماينس ام جي ايكوال ام ايه، حسبنا الاكسلريشن، هو بدل ما كان ماشي بيونيفورم فيلوسيتي بقى مشي باكسلريشن. جميل. طب انت عندك في نوت وعندك ايه وتي، تقدر تجيب المسافه اللي اتحركها البالون، حسبناها. نيجي للبادي ده اهو، البادي ده لما يقع من البالون، حبايبي بصولي، لما اقول لسيادتك خليكم معايا، انا لما اقول عندي بادي، البادي ده اهو فولز، يبقى الفي نوت بزيرو. طب عشان ايدي ساكنه، لكن لو انا بتحرك، لو بتحرك والبادي وقع من ايدي هيطلع وبعدين ينزل، يبقى انا لما اجي اتحرك لفوق واسيبه، انت شفت كده حسيت انه طلع سنه وبعدين نزل، ده مهمه. جميل. يبقى خدوا بالكم من المعلومه دي، يبقى البادي فولز، يبقى الفي نوت مش بزيرو. ليه؟ لانه وقع من حاجه بتتحرك. لكن لو الحاجه واقفه، زي ما اقول لك كده، انت راكب في الباص والباص واقف، لو وقعت تقع مكانك، لكن لو الباص ماشي وانت وقعت هتلاقي نفسك كده اتجريت على الارض. ليه؟ عشان انت جسمك واخد السرعه بتاعت الباص وهو ماشي. يبقى لما البادي فولز، يبقى الفي نوت بتاعت البالون هي الفي بتاعت الفي نوت بتاعت البادي هي الفي بتاعت البالون قبل ما يقع. جميل. اللي هي كانت 0.5. بس في حاجه، البادي هيحصل له ايه؟ هيطلع يطلع يطلع وبعدين ينزل. تعالى بقى نحكي كده مع بعض. يلا يا جميل، يبقى انا هقول كده، البادي اهو بدا يطلع 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 وبعدين نزل. جميل. يبقى هنا الفي نوت ناخدها بالنيجاتيف لانه طالع نازل، والتايم ب 10 سكندز، والجي بوزيتيف 9.8. من هنا هنجيب الديسبليسمنت اللي هي من هنا لهنا، هنقول له برضو اس ايكوال في نوت تي بلس هاف جي تي سكوير، والفي نوت بالنيجاتيف طلعت الاس. دي المسافه اللي طلعها البالون، دي المسافه اللي نزلها البادي، ده بلس ده يجيب لك الديستانس بين البالون وبين البادي. جميل. نيوتن ثيرد لو، شوفوا يا حبايبي كده، نيوتن فيرست لو كده خلاص، نيوتن ثيرد لو بقى حاجه رجل الشارع عرفها. روح لاخوك الصغير، حاجه بتتولد انت بيها كده بالفطره، لو حد قال لك فور افري اكشن، لوحدك هتلاقي نفسك بترد ذير از اي رياكشن، فور افري اكشن ذير از اي رياكشن، ايكوال ان ماجنتيود اند اوبوزيت ان دايركشن. ده نيوتن سكند لو. يبقى لكل، يعني دايما اي فعل له رد فعل، يبقى فور افري اكشن ذير از اي رياكشن، والاثنين قد بعض، ايكوال في الماجنتيود اند اوبوزيت ان دايركشن. ده نيوتن فيرست لو. هقعد احكي لك شويه على نيوتن ثيرد لو، اسف ثيرد لو، احكي لك شويه على نيوتن ثيرد لو. دلوقتي انا لما اقول ده بادي وده بادي، طيب لو جيت حطيتهم على تيبل، حطيت ده كده، ده خفيف، اكيد في اكشن اللي هو الويت، فيه رياكشن. طيب البادي ده تقيل، حطيته هنا، في اكشن اللي هو الويت، في رياكشن. هل الرياكشن ده ادي ده؟ لا طبعا، لانه دي الاكشن كتيره فالرياكشن كبيره، الرياكشن كبيره صغيره فالرياكشن صغير. يبقى فور افري اكشن ذير از اي رياكشن ايكوال ان ماجنتيود اند اوبوزيت ان دايركشن. دي مهمه. طب اسالك كم سؤال كده وشوف بقى هتقتنع معايا ولا لا. شوفوا يا اولاد، لما اقول لك اهو انا اتفقت معاك ان دي عشان الويت صغير يبقى الرياكشن صغير، الويت كبير رياكشن كبير. طب بص كده، دي خبطت دي، مين خبطتها اشد، الحمراء ولا السوداء؟ مين اللي خبطته اشد؟ اه هتقول لي بالمنطق ده اكبر، يبقى دي خبطتها اشد من دي. اقول لك لا، تصور ان الخبطه دي قد دي، تصدقها؟ تقول لي مش مصدق. اقول لك تعالى اديك اكزامبل صغير يا اولاد، بصوا لي. انا لما اجي اقول لسيادتك، انت راجل كبير كده في ثانويه عامه، وجه ولد ضايقك في ثانيه اعدادي، او ولد كده، او واحد، بلاش انت راجل جدع، لو واد في ثانيه اعدادي ضايقك، او ضايق واحد صعب وتضربه بالروسيه، لما يضربه ده، هل الولد الصغير اللي في اعدادي اللي انت ضربته بالروسيه ده اتوجع، انت بتتوجع ولا ما تتوجعش؟ هتتوجع نفس الوجعه بالظبط، نفس الالم، يعني انت خبطت ده بالروسيه، انتوا الاثنين بتتوجعوا نفس الوجعه.
مش معنى ان انت كبير وهو صغير، انت لما خبطته هو هيتألم وانت مش هتتألم، نفس الألم مشترك. يبقى انت خبطته بالروسية، انتوا الاتنين بتتوجعوا، ده انت ممكن تضربه وانت اللي تعيط لان انت قوة تحملك اقل. يبقى الاكشن قد الرياكشن، عشان كده بنقول لك فور ايفري اكشن ذير از رياكشن. انت خبطته فانت اتخبطت، يبقى انتوا الاتنين اتخبطتوا بعض. عشان كده لو واحد خبطك ما تردش عليه، هو اتخبط بنفس الوجع اللي عندك بالظبط. يبقى فور ايفري، يبقى لما اقول لك كورتين خبطوا بعض، الخبطه هنا قد الخبطه هنا. نيوتن بقى ثيرد لو، نيوتن قبل ما يموت قال فور ايفري اكشن ذير از اي رياكشن ايكوال ان ماجنيتيود اوبوزيت ان دايركشن بشرط. ومات. شرط ايه بقى يا حبايبي؟ بدأنا احنا نفكر ايه الشرط. ان البادي يبقى ريجيد. يعني ايه؟ هات بالونة يا حبيبي، لو انت ضغطت عملت اكشن عليها، البالونة بدل ما هي سفيريكال هتاخد شكل تاني، تاخد شكل ابل كده، يبقى دي الاكشن مش قد الرياكشن. هات سفنجة ودوس عليها، السفنجة هتلاقيها خدت شكل بدل ما هو ريكتانجيلر باريلو بايب دي كده تاخد شكل تاني، يبقى الاكشن مش قد الرياكشن. يبقى الاكشن ايكوال الرياكشن بشرط ان الشيب ما يتغيرش، الشكل ما يتغيرش. لكن لو الشكل اتغير يبقى الاكشن نوت ايكوال رياكشن. يبقى خدوا بالكم من الحركة دي. يبقى امتى بقى كورة خبطتها تبقى اشد من تاني لو كسرتها؟ يعني انت لو خبطت واحد بالروسية ودماغه اتفتحت، يبقى انت الاكشن اكبر من الرياكشن. لكن طالما البادي ثابت، البادي ريجيد، ريجيد يعني صلب، يعني ما بي الشكل بتاعه لا يتغير. واحنا اصلا في الميكانيكس بتاعتنا بنتعامل مع الريجيد باديز، يعني الاشكال اللي لا تتغير نتيجه الفورسز اللي عليها. فانا طالما بزق ده بفورس وشكله ما اتغيرش، يبقى الاكشن قد الرياكشن. لو شكله اتغير يبقى الاكشن نوت ايكوال الرياكشن. جميل. احنا بقى في تشابتر بالكامل، تشابتر 3، هنتكلم على حكاية ان السفيرز اللي خبطوا بعض دول بالتفصيل. انا دلوقتي في خلال الوقت اللي باقي هنتكلم، بقلنا ربع ساعة وتلت ساعة كده، هنتكلم على حاجة مهمة جدا اللي هي، واقعد احكي لك وعايزك تبقى فاهمها ومقتنع بيها كويس. بصوا يا حبايبي، انا لما اجي اقول لك انت في ميزان، الميزان ده مظبوط، سيادتك وزنك 70 كيلو، رحت وقفت على الميزان هتلاقي المؤشر عند 70. جميل. طب تخيل في ميزان وسيادتك وقفت عليه وانت بصيت على الميزان لقيته 90، وجيت انا سألتك هو الويت كام؟ هتسألني انت برضو السؤال، تقول لي بقى مرة تانية، هو انت عايز ابيرنت ويت ولا عايز ريل ويت؟ يعني الويت اللي انا شايفه ولا الوزن الحقيقي بتاعي؟ يبقى في حاجتين يا اولاد، في حاجة اسمها ريل ويت، حاجة اسمها ابيرنت ويت. الريل ويت اللي هي الام جي اللي هو وزنك الحقيقي، الابيرنت ويت اللي انت شايفه اللي هو الناينتي. يبقى في حاجة اسمها، يبقى الابيرنت ويت اسمها رياكشن، اللي هو الرياكشن اللي هو المؤشر بتاع الميزان ده، اما الريل ويت اللي هو الام جي. طيب انا بقى هقول حاجتين اهو. بص يا جميل، يبقى اذا اول حاجة معلش وهرجع تاني نتكلم مع بعض تاني، في حاجة اسمها apparent weight، حاجة اسمها real weight. ال apparent weight نسميها ان الرياكشن، او لو السبرينج بالانس اسمها التنشن في السبرينج بالانس. يبقى لما اقول لك ال apparent weight تقول يا ان يا تي. ساعات نقول apparent weight وساعات نقول كلمة تانية، نقول لك البالانس ريدنج، البالانس ريدنج. يبقى لو قلت لك البالانس ريدنج يبقى انا اقصد الابيرنت ويت، لو بتكلم عن الريل ويت ام جي. طب سؤال يا حبايبي، بصوا لي تاني يا اولاد، لما اقول انا جبت ميزان مظبوط، انا وزني 70 وقفت على الميزان لقيته 70، لو انت موجود في اسانسير والميزان محطوط وقفت عليه لقيت نفسك 70، انت في الدور العاشر مثلا ودست على الزر عشان الاسانسير ينزل، وهو نازل بص على الميزان هتلاقي الوزن بدل ما هو 70 بقى 69 65، تقول يا سلام انا خسيت. لا ما خسيتش ولا حاجة، انت كل اللي حصل الابيرنت ويت بقى اقل من الريل ويت. يبقى انا لو شايل حاجة وبنزل بحس انها اخف على ايدي. طب تعال نقول العكس، انت في الميزان موجود
وسيادتك 70، وقفت على الميزان لقيته 70 والميزان بدأ يطلع. بدأ يطلع، بص على المؤشر كده هتلاقيه بدل ما 70 بقى 71 72 73، يبقى الابيرنت ويت زاد فعلا. لما بطلع 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 يبقى الابيرنت ويت اشد من الريل ويت. جميل. يبقى انا عندي حاجه مهمه، الابيرنت ويت بيبقى اكتر من الريل ويت لو انا طالع. كل منزل يبقى الابيرنت ويت يبقى اقل. طيب كل ما تنزل اكتر الابيرنت ويت يقل اكتر، اسرع يعني الاكسجين تزيد الابيرنت ويت يقل يقل. تخيل وانت نازل في الاسانسير الحبل اتقطع، بص على الميزان كده هتلاقي زيرو، هتقول انا مت. اه هتموت بعد شويه، لكن الضغط مفيش ضغط. يعني لو مسكت حاجتين كده وسبتهم يقعوا الاثنين مع بعض هلاقي مفيش مفيش بريشر خالص، يبقى الابيرنت ويت في هذه الحاله زيرو. عشان كده في الملاهي يا اولاد، الملاهي بيطلعوا العربيه فوق 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 كده، ومره واحده تنزل بسرعه باكسلريشن اكتر من اكتر من 9.8. الناس بتصرخ ليه؟ لان هو بيحس انه طاير، لان السرعه الكبيره دي بتوزنك بزيرو. بالعكس ده هو نزله اكتر تحس ان انت طاير. فيبقى ده استخدام. حاجه بقى تانية، احيانا في الشارع الناس عند التجمعات اللي الناس بتخرج فيه. مثلا الناس طالعه من صلاه جمعه تلاقي عدد، ماتش كوره الناس طالعه تلاقي عدد، في ناس بيبيعوا فاكهه كده في الشارع، الراجل اللي بيبيع فاكهه ده معاه ميزان شايله كده بيحط لك الفاكهه اللي انت بتشتريها، وتبص على المؤشر تشوف المؤشر هو ده اللي هو الوزن. يعني انت لو عايز 2 كيلو هتلاقي المؤشر عند 2 كيلو. احيانا الراجل بقى ما يبقاش عنده ضمير، وانت خارج كده من المسجد كده ولا خارج من ماتش كوره ومروح البيت تقول اجيب 2 كيلو برتقال لماما، فانت جبت البرتقال رحت للراجل وهو بيوزن بدا يطلع بايديه لفوق، وهو بيوزن لك وطالع لفوق كده طبعا كده يبقى هيديك الوزن اللي انت شايفه اكتر من الوزن الحقيقي. فانت شفت المؤشر عند 2 خدهم روح البيت لمامتك اتفضلي انا جايب لك برتقال، هتقول لك اديته لا 2 كيلو، تقول لك لا عمر دول ما يبقوا 2 كيلو، توزنهم لك تلاقيهم 2 كيلو الا ربع او كيلو ونص، تقول لا ده انا شايفه، تقول لك اصل ده الابيرنت ويت يا ابني مش الريل ويت. تقوم انت لو عايز بقى لقيت راجل كده قول له استنى خد انت اوزن وانزل انت بايدك، تقوم تاخد انت وزن اكتر من الوزن عقابا له. يبقى خلي بالك، يبقى من دلوقتي لو البادي طالع يبقى معناها الابيرنت ويت ازيد من الريل ويت، لو نازل الابيرنت ويت اقل من الريل ويت. يلا نقول بقى الكلمتين دول بسرعه، لو الابيرنت ويت اكبر من الريل ويت يبقى انت اسندنج وذ اكسلريشن، لو الابيرنت ويت اقل من الريل ويت ديسندنج وذ اكسلريشن. طيب سؤال، بصوا كده اللي انا عامله ده، ده اسانسير طالع، اسانسير طالع ثلاث مراحل، مرحله كان في اكسلريشن، مرحله يونيفورم فيلوسيتي، مرحله فرمله، فرمله يعني ديسيليريشن. الابيرنت ويت في الثلاث حالات قارنهم لي بالريل ويت، تقول لي طالما انت طالع باكسلريشن يبقى الابيرنت ويت اكبر، لو طالع بيونيفورم فيلوسيتي يبقى الابيرنت ويت قد الريل ويت، لو طالع بديسيليريشن اكيد الابيرنت ويت اصغر من الريل ويت. اكيد هتقولي ده طالع، اقول لك ايوه ما انت طالع بديسيليريشن يبقى الابيرنت ويت اصغر من الريل ويت عشان دي فرمله. اذا اقدر اقول يا حبايبي الابيرنت ويت اكبر من الريل ويت امتى؟ تقول لي في حالتين، اولا الحاله الطبيعيه ان ده طالع باكسلريشن يبقى الابيرنت ويت اكتر من الريل ويت لو كنت اسندنج باكسلريشن. اعكس الكلمتين دول، بدل اسندنج هتقول ديسندنج، بدل اكسلريشن تقول ديسيليريشن، يبقى لو نازل بديسيليريشن يبقى الابيرنت ويت اكتر. تعال نقول العكس، لو الابيرنت ويت اكبر من الريل ويت هتقول لي الطبيعي طالما الابيرنت ويت اقل من الوزن الحقيقي يبقى انت نازل ديسندنج وذ اكسلريشن، نازل باكسلريشن. او اعكس الكلمه الاولى واعكس الكلمه الثانيه، او طالع بديسيليريشن زي الحاله دي. دي ملاحظه مهمه، يبقى انا دايما بقول دي الا لو قال لك ديسيليريشن يبقى انا هقول دي. جميل. تعالوا بقى يا اولاد، احنا بنقول في ثلاثه كلمات نفس المعنى، الابيرنت ويت اللي هي نفسها البالانس ريدنج، هي نفسها الرياكشن او التنشن،
السيناريو اللي دايما هنقوله طالع ولا نازل؟ هتقول لي طالع. يبقى مين ماينس مين؟ تي ماينس ام جي ايكوال ام اي، او ان تي او ان ماينس ام جي ايكوال ام اي. السيناريو مره تانية طالع ولا نازل؟ لو نازل يبقى مين ماينس مين يا حبايبي؟ هتقول لي ام جي ماينس تي ايكوال ام اي. يلا في المسائل بقى في الجزء الوقت اللي باقي. بادي الماس 490 جرامز، جرامز مقبوله بس بشرط تبقى ويت المساله، اهي جرام ويت يبقى مظبوط. قال لك ذا بالانس ريدنج، فبيسال هو اسندنج ولا ديسندنج؟ تقوم انت تقول انا عندي الماس وعندي البالانس ريدنج اللي هي التي او الان. طيب وطبعا جرام ويت ما تنفعش ضربتها في 980، اقوم اقول له احنا عندنا ابيرنت ويت عندنا ريل ويت. الابيرنت ويت، ودايما ابتدي بالابيرنت ويت، الريل ويت ام جي، قارن لي الابيرنت ويت بالريل ويت. الابيرنت ويت 470 980، الريل ويت عشان الماس كان 490 يبقى 490 في 980، يبقى نقول له الابيرنت ويت اقل من الريل ويت. ايوه رد، الابيرنت ويت اقل من الريل ويت، يبقى هنقول يبقى الليفت ديسندنج ويز اكسلريشن، طالما الابيرنت اقل من الوزن الحقيقي. السيناريو بقى طالع ولا نازل؟ نازل. يبقى مين ماينس مين؟ ام جي ماينس تي ايكوال ام اي، ونعوض بالارقام هنطلع الاكسلريشن. جميل، جبت الاكسلريشن. بيسالك بقى فايند الاكسلريشن وهات الفيلوسيتي بعد 5 سكندز. طب ما انا عندي في نوت بزيرو وعندي الاكسلريشن والتايم، يبقى نجيب الفيلوسيتي. السؤال الثاني، بوكس الماس بتاعته 70 محطوطه على فلور اوف ذا ليفت، الماس بتاعه الليفت 490. قال ان موفينج داون، الليفت نازل لتحت باكسلريشن 140 سنتيمتر، طبعا كيلوغرام وسنتيمترز ما يمشوش، تبقى دي 1.4 متر. فايند البريشر، البريشر على الليفت والتنشن في السبرينج بالانس. بص يا حبايبي انا هحط خط في النص، اقول هنا ادي الليفت، ادي البادي اهو جوه الليفت، الليفت يبقى هنقول هنا البوكس والليفت، حطيت خط في النص، الماس هنا والماس هنا. الماس بتاع، الماس بتاعت الليفت 70، الماس هنا 70 بلس الماس ده، يبقى تطلع دي كلها. عندنا الاكسلريشن هنا هي نفس الاكسلريشن هنا، هو نازل. السيناريو بقى نازل، يبقى مين ماينس مين؟ ام جي ماينس ان ايكوال ام اي، حسبنا الان دي نازل، يبقى ام جي ماينس تي ايكوال ام، بس الام اللي هي دي كلها البوكس بلس ده، حسبنا التي. مسألة تانية، قال لك ان في طفل تشايلد موجود على 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 سكيل، قال لك الريدنج 37.5 كيلو جرام ويت، وبعدين قال لك اسندنج وذ اكسلريشن اي، اند ذا بالانس ريدنج 30 لو ديسندنج باكسلريشن 2 اي. انا هقول ادي الطفل اهو موجود على ميزان، هنا ام جي وهنا ان، مره كان طالع باكسلريشن اي، مره كان نازل باكسلريشن 2 اي. طب ما تقول السيناريو دي طالع، يبقى ان ماينس ام جي ايكوال ام اي، وهات الان لوحدها، ده ايكويشن 1. طب الثانيه نازل، ام جي ماينس ان ايكوال ام اي، انتوا معايا يا اولاد؟ وبعدين هات الان لوحدها. عندك تو ايكويشنز، اعملهم ديفايدد بعض، ام هتروح مع الام، وكده هنقدر نجيب الاي. ادي سؤال مهم. مساله ثانيه، نفس المساله اللي فاتت، معلش عشان الوقت فانا هعديها بسرعه، نفس السؤال اهو، ويا ريت توقفها كده على اليوتيوب كده بالراحه وتحلها. طب كويس قوي، لا ده لسه قدامنا 7 دقايق، كويس قوي. يلا كده جبنا الاكسلريشن. بصوا يا حبايبي تعالوا بقى، ده سؤال جميل جدا، انا يمكن استعجلت شويه في اللي فاتوا، لكن كده 7 دقايق يبقى نقولها بهدوء. هنا بيقول لك ليفت اسندنج فروم ريست بيونيفورم اكسلريشن 4 then uniform velocity 3 uniform velocity for 3 seconds. تاني يا اولاد اسف، الليفت طالع from rest باكسلريشن for 4 seconds، وبعدين uniform velocity for 3 seconds then deceleration for 2 seconds so it comes to rest when it reaches point 9.6 مرتفعة above the starting point.
find the magnitude of the acceleration in each of the first and the last stage and find the man. عايز يجيب لو الراجل الماس بتاعته 73.5 كيلو جرام, عايز يجيب البريشر على الليفت في الثلاثة ستيجز. نقول بالراحة تانية يا حبايبي, مرة تانية, انا عندي ثلاث مناطق. الاسانسير مرة كان طالع, مرة ماشي بيونيفورم فيلوسيتي, مرة ماشي بديسيليريشن. عندي ثلاث مراحل. تعالوا نحكي ايه اللي هو قاله هنا. اول حاجة قال لك فروم ريست, يبقى الفي نوت بزيرو. قال لك التايم 4 سكندز, ما قالش حاجة تانية. طب نيجي في المرحلة التانية, هيقول لك هو ماشي بيونيفورم فيلوسيتي لمدة 3 سكندز, ما قالش حاجة تانية. طب نيجي في الثيرد ستيج, قال لك الراجل التايم 2 سكندز ستوبد, يبقى الفي فاينل بزيرو. وقال لك ان هو خد في الرحلة دي كلها 9.6 meters هاي, يبقى من هنا لهنا 9.6. طب ما انا لو جبت المسافة دي, جبت S1 وجبت S2 وجبت S3 وساويتهم بال 96, اقدر اطلع المسافة المسألة. يعني ايه؟ هتقول لي الفيرست ستيج عشان اجيب اس 1 ما اقدرش, لان عندي معلومتين بس. احنا عشان نجيب الاس يا اولاد, انا عندي ثلاثة رولز, في ايكوال في نوت بلس اي تي, اس ايكوال في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير, في سكوير ايكوال في نوت سكوير بلس 2 اس. سيادتك حافظهم. هنستخدم انهي واحدة؟ ولا واحدة, لان ما عنديش بيانات. تقوم بقى لو انت شاطر تقول المسألة كلها ناقصة, اقوم انا اعمل حركة تخلص على المسألة ازاي. تقول له انا هفترض الفي فاينل هنا باكس, الفي فاينل ده ايه؟ تبقى هي في للمرحلة التانية, اليونيفورم فيلوسيتي اللي يمشي بيها, والفي ده ايه؟ تبقى في نوت. اول ما عملت كده المسألة خلصت. يبقى انت هتجيب لي الاس 1 in terms of x, واس 2 in terms of x, اس 3 in terms of x. اعمل ده بلس ده بلس ده, سويها بال 9.6, جبت الاكس, يبقى انت حليت المسألة. حاجة جميلة يا ولاد. يلا كده مع بعض, يلا يا باشا. في نوت وتي وفي, هتجيب منهم الاي, في ايكوال في نوت بلس اي تي, وبعدين نجيب الاس. في باكس, في نوت بزيرو, يبقى من هنا الاي ايكوال اكس اوفر 4. روح اعمل سبستيوشن هنا, اعمل سبستيتيوشن, حسبت الاس طلعت ب 2 اكس. حلوه قوي. روح للسكند ستيج, ده يونيفورم فيلوسيتي, استخدم ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ تقول لي اس ايكوال تي في, ده اليونيفورم فيلوسيتي. اس اللي هي اس 2, التايم ب 3 والفي ب اكس, ادي اس 1 وادي اس 2. حاجه جميله. روح للثيرد ستيج يا باشا, هتقول نفس التو رولز دول, في اللي هي بزيرو, في نوت باكس, الاي هتطلع بالنيجاتيف, يبقى نيجاتيف اكس اوفر 2. اروح اعوض هنا اهو, هتطلع الاس 3. الله على كده, طلعت هنا اس 1 اس 2 اس 3, واحنا عندنا التوتال هايت ده اهو 9.6. يبقى هتقول لي اس 1 بلس اس 2 بلس اس 3 تطلع ب 9.6, حسبنا الاكس. طلعت الاكس يا حبايبي 1.6. ممتاز. نروح بقى لتكملة المسألة. يبقى ده الجزء الاولاني في السؤال, جبت الاكس, هروح اعوض هنا اجيب اس 1 واجيب ايه, او اجيب الاي ده الاهم, واروح هنا اجيب الاي هنا في الثيرد ستيج, لان ما فيش ايه هنا, الاكسيشن بزيرو. يبقى انا هقول عندي ثلاث مراحل اهو, فيرست سكند ثيرد. الفيرست ستيج الاي كانت x over 4, يبقى 1.6 over 4 طلعنا الـ A. طب ما نقدر اجيب بقى, هو طالع, يبقى second stage ما في, طبعا هنا الماس كانت 73.5. السيناريو طالع ولا نازل؟ طالع. يبقى n minus mg equal ma, وخلي الـ n لوحدها وهات الـ mg الناحية التانية, احسبها, طلعت بالنيوتن, divided 9.8, جبتها بالكيلوغرام ويت. روح للسكند ستيج, ان ايكوال ام جي,
بس لان ده يونيفورم فيلوسيتي، يبقى الماس اللي هو اللي فوق قد اللي تحت. حسبنا الان الثيرد ستيج، الاي كانت نيجاتيف اكس اوفر 2، الاكس عندك ب 1.6 يبقى الاي جبناها. السيناريو طالع ولا نازل؟ طالع، يبقى ان ماينس ام جي ايكوال ام اي، ده الرول. وخلي الان لوحدها نجيب الام جي، احسبها طلعت الان وطلعت الان اهي. كده يا حبايبي احنا خلصنا الجزء ده، باقي لنا تقريبا دقيقة اعتقد، فدقيقة نعمل سمري لكل اللي احنا قلناه. احنا اتكلمنا على نيوتن سكند لو، اتكلمنا على ثيرد لو، ابلكيشن على السكند لو او الثيرد لو اللي هو الليفت والسبرينج بالانس. قلنا سكند لو باختصار موشن ماينس انتي موشن ايكوال ام اي، يعني نقول اف ماينس ار ماينس ام جي. لو كانت في، لو كانت في رزق يعني، انت على حسب انت ماشي في، عندي ثلاث انواع من الموشن: هوريزونتال موشن، فيرتيكال موشن، انكلايند. دي انواع الموشنز اللي في الداينامكس كلها. طيب لو كانت هوريزونتال موشن اف ماينس ار ايكوال ام اي، طب لو ماشيه والموتور بطل نيجاتيف ار ايكوال ام اي. طيب لو فيرتيكال، لو طالعه اف ماينس ام جي ماينس ار ايكوال ام اي، طب لو نازله اف بلس ام جي ماينس ار ايكوال ام اي. لو على انكلايند بلين هنقول اف وفي تحت ريزيستنس وفي ام جي ساين سيتا، وموشن ماينس انتي موشن ايكوال ام اي، ولو نازله يبقى الاف والريزيستنس العكس. السبرينج بالانس سيناريو طالع ولا نازل؟ لو طالع ان ماينس ام جي ايكوال ام اي، لو نازل ام جي ماينس ان ايكوال ام اي. واذا كان اخر حاجه في 30 ثانيه، لو كان طالع فاحنا بنقول اكيد الابيرنت ويت اكتر من الويت، يبقى طالع باكسلريشن او نازل بديسلريشن. لو الابيرنت ويت اقل من الريل ويت يبقى هو اقل، يبقى نازل، يبقى خف، نازل بديسلريشن او طالع، او طالع بديسلريشن. كده يا حبايبي خلصنا نيوتن ثيرد لو، نكمل المره الجايه سيمبل بوليز ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.